فوز مستحق للنادي الاهلي على طلائع الجيش 2-0 في الشوط الثاني، والشكل اتغير الشوط الثاني عن الشوط الاول، والنادي الاهلي ظهر بصوره كان المفروض يظهر من البدايه بالشكل ده، سيطره، استحواذ، تغييرات اللي عملها مستر كولر من بدايه الشوط الثاني اثمرت، وشفنا هدفين مبكرين في بدايه الشوط الثاني. ابتدى الماتش يبقى في اتجاه واحد، النادي الاهلي هو اللي مسيطر، النادي الاهلي هو اللي بيهدد مرمى طلائع الجيش. كان المفروض، انا عارف، انا متاكد ان مستر كولر بين الشوطين ادى اللعيبه دش ساخن على الاداء اللي حصل الشوط الاول، والفوز رقم 12 على التوالي للنادي الاهلي. مبروك كابتن شريف. مبروك مبروك كابتن. وشوط مختلف، شكل اختلف الشوط الثاني، شوط مختلف تماما من كل الوجوه الحقيقه، من تغييرات المدير الفني، من تعامل اللاعبين مع المباراه باحساس اللاعبين ان هم الشوط الاول لما يقدموا اي شيء يخليهم في هذا المرتبه اللي هي 2-0 اللي احنا شفناها دي. تغييرات واقعيه جدا، تغييرات اثمرت عن استحواذ وضغوط على فرقه طلائع الجيش. طلائع الجيش تماما ما قدرش يعمل اي حاجه في ظل التغييرات الموجوده، بقى عندك اسلحه وعندك زي ما بيقول سيف ودرع، يعني ناس بتدافع كويس قوي وناس بتهاجم كويس قوي. حقيقه كل يوم بيزداد اعجابي بعمر كمال عبد الواحد، لاعب بيعمل زياده عدديه على اي فرقه بيلعب، عنده ثقه، عنده شخصيه، بيعدي من واحد واثنين، وعنده الباص الاخير في تاني، في رؤيه، اثمر عن الهدف بتاع وسام ابو علي. وسام حضر الكوره كويس قوي وشاط الكوره هايله. الجول الاولاني من رغبه التصويبات والحاجات اللي احنا بنتكلم عنها دايما، دي فرديات بتجيب اهداف وبتجيب ثلاث نقاط، كانت الزياده العدديه اللي موجوده كلها في ال 18 كانت، اعتقد كانت كورنر اصلا او كانت رد فعل، الكوره شاطها امام، حصل الفولو من السوليه. كل ده يحسسك ان التغييرات اللي حصلت في الملعب نزلت لعيبه عندها امكانيات التعامل، يعني عندها البيز بتاعها، عندها الحضور، وقاعده بتتفرج بره. وانا لما بقعد اتفرج بره بحس من جوه لما اخش الملعب الدنيا هنا فاضيه ليه، من هنا الدنيا ليه هنا مش ما بيتحققش فيها خطوره، ليه المكان ده ما نتعاملش فيه بهذا الشكل. فاي لاعب بيبقى نازل عنده ارتياحيه وعنده الدخول اللي هو ما كانش موجود في الشوط الاول، ولكن هو اللي يقدر يعمل الفارق، فكان الفارق موجود. والاداء حتى انا اما باجي اتفرج على الفرقه كلها بتفرج على البدني كمان بتاع فرقتك اللي هو يقدر يعمل لي استريتشات، انت وانت بتهجم تقدر ترجع تدافع امتى، انك هتلعب مع فرق مختلفه الشكل لغايه نهايه الدوري. انا قاعد انا بتكلم معاك من اول بيراميدز، ها هتقابل كالتشر تاني خالص بالزبط. هتقابل وجوه، هتقابل مدارس تانية خالص. يمكن قابل فيوتشر سيراميكا، فيوتشر المصري، سيراميكا بيراميدز مرتين، ها وزاد عندك، دي دول ناس مش بتوع هبوط، دول ناس بيحاربوا كلهم على المربع الذهبي. فالحكايه مش ان انا لما ان شاء الله يبقى لي توفيق باذن الله المباراه يوم الجمعه الجايه، مش هي دي النهايه، ولكن هي البدايه. طيب. فكل لاعبتنا باذن الله يتعاملوا مع تحقيق الفوز بالشكل اللي هو يبقى الشكل الطبيعي بالنسبه لك، انك انت ماشي كويس. انا ماليش دعوه بغيري على فكره، غيري بيلعب كويس، غيري بيكسب، غيري، ولكن انا عندي الافضليه وعندي المساحه اللي تسمح لي ان انا افضل طول عمري البطل. مش عايزين اي سيناريوهات بتاعت سنتين فاتوا، او مش عايزين اي حاجه تخش في دماغنا ان احنا هنتعثر، او احنا ضغوط المباريات، او 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 احنا بنتعامل بوحده واحده. اللي انا عندك فرصه كبيره جدا تكسب الماتش اللي جاي، تبقى انت قطعت حوالي 60-70% من الحكايه. فالنهارده انا بنبارك للفرقه الشوط الثاني الحقيقه، وبنتمنى لهم الشوط الثاني ده يبقى هو الشوط الاول في المباراه الجايه باذن الله. كابتن اسامه مبروك، شوط اول للنسيان وشوط ثاني مختلف تماما، قدر النادي الاهلي يحسم فيه المباراه.
مظبوط. الشوط الاولاني قلنا لعيبه كتير بره الاداء الطبيعي بتاعها، بالذات كل الخط الامامي سواء مروان عطيه اكرم امام، يعني كان بيحاول شويه الشوط الاولاني، بس برضو احمد عبد القادر وسام طاهر كل المجموعه دي كان ادائها قليل. ففعلا الشوط الاولاني النادي الاهلي كان بعيد عن المستوى. الشوط الثاني واضح جدا ان زي ما كلنا طالبنا هنا لازم يحصل تغييرات، وده اللي حصل، لان حتى ملامح وش مستر كولر في المباراه الشوط الاولاني باينه جدا انه مستاء جدا. معظم الجهاز الفني لما كانت بتيجي الكاميرا عليهم، سواء سامي قمصان سواء مدرب الحراس سواء مدرب الاحمال، كلهم قاعدين متضايقين جدا. واضح ان هم حاسين ان الفرقه مش في المود بتاعها الطبيعي. الشوط الثاني الثلاث تغييرات فرقوا كتير جدا من البدايه. طبعا نزول عمر كمال وعمر وحسين الشحات فرق كتير جدا، وواضح طبعا ان مستر كولر اتكلم معاهم جامد لانه كان متضايق جدا باين يعني. اول 10 دقائق ضغط شديد جدا من النادي الاهلي، اصفر عن جونين، واحده للسوليه بعد متابعه من تسديده امام، والكره الثانيه عمر كمال عملها حلو اول وسام حضر عليها وحطها. يعني النادي الاهلي لعب بشراسه كبيره جدا في اول 10 دقائق تحديدا كمان من الشوط، وقدر يجيب جونين، وابتدت الاستحواذ بيروح للاهلي، بس برضه مش في احسن حالاته. ولكن المباراه كانت خلاص بتتجه للنادي الاهلي انه في اول 10 دقائق جاب جونين، حتى الفرص بعد كده مش خطيره قوي، بس لكن هو برضه ما كانش فيه خطوره على مرماك يعني حتى الشوط الثاني. لا لا، ما خطورتهم مش كبيره قوي، هم احسن طبعا من ماتش 4 في مجمل الماتش، الجيش احسن من ماتش 4، ولكن ما كانش عامل خطوره كبيره، يمكن واحده حلوه قوي مصطفى شالها الشوط الاولاني على مرتين هي دي. لكن الشوط الثاني النادي الاهلي اصفر عن وجهه الحقيقي، وبالذات في الربع ساعه الاولى، وجاب جونين وقدر يحسب اللقاء لصالحه يعني. كابتن عادل، مبروك، فوز غالي للنادي الاهلي. طبعا يعني احنا بنتكلم على عدد النقاط وعلى المباريات والمكسب، احنا بنقول احنا في ظروف صعبه جدا، ظروف طول الوقت فيها اجهاد، فيها سفر، فيها حاجات، كل ده مباريات صعبه للغايه، كل 3 ايام في حر في اخر سنه، في اخر السنه مشكله كبيره يعني. اي فرقه في الدنيا تتعب في الظروف اللي زي دي، كونك انك بتكسب دي حاجه مهمه جدا، ودي اهدافك. هدفك انك تقعد تكسب بابسط مجهود وباقل مجهود وبتدوير لاعبين كتير واشتراك لاعبين كتير يقدروا يلعبوا. انت عندك مباراه القادمه مع بيراميدز يوم الجمعه، دي مباراه مهمه جدا، ولكن خليني النهارده اقول لك ان اللي عمله النادي الاهلي تاني شوط كان يجب ان هو يعمله اول شوط، صح، وكان يخلص ويرتاح اكتر، لكن يعني تدارك مستر كولر، ودي حاجه عجبتني فيه النهارده، يمكن غير من نفسه شويه، وده تطوير مهم جدا. هو كان دائما، عشان بس تعرف ان انت في انهي ظروف، انت في ظروف استثنائيه. هو مستر كولر طول عمره بيغير في الدقيقه 80 والدقيقه 70، ولكن ما يقدرش في الوقت الحالي، يعني في تغير، التغير بتغير الوقت والزمن والجهد والمجهود والمباريات الكتير اللي لعبها. صحيح. ولكن وصل لهدفه، يعني هو هدفه انه يخرج بالثلاث نقاط وبدون إصابة لاعبين وبدون إنذارات كتير، ودي حاجة مهمة جدا. أنت بتتكلم في وقت استثنائي يا كابتن أيمن، صح، والمباريات اللي فيها الاستثناء دي اللي احنا بنتكلم عليها يجب أنك توصل لهدفك من أقرب طرق. ما تجيش تقول لي أنا الأداء لازم يبقى مميز أوي والحاجات دي، لا. يعني الفرق الكبيرة دايما بيبقى عندها مستين، هي فرقة كبيرة وبتعمل مباريات كويسة وبتكسب، ولو هي مش في يومها بتكسب، بتكسب برضه، وده المهم والحاجة المهمة. ولو هي بتقع في مباراة بتقف بسرعة على طول، بترد بسرعة. صحيح. النادي الأهلي النهاردة مبروك الثلاث نقاط، أنا سعيد بيها إنك هتخش
بالعلامة الكاملة 12 مباراة ورا بعض مكسب. عندك الأهم صح المباراة القادمة، وأنا أفتكر تأخير اللي حصل النهاردة ومن التأخير من الأداء تفكير في ماتش الجمعة، أو بالمعنى الأصح ريح لعيبة للجمعة. كابتن بلال مبروك النادي الأهلي، فوز تأخر للشوط الثاني ولكن في النهاية تحقق الهدف الأساسي قبل مباراة مهمة زي مباراة بيراميدز. مبروك طبعا للنادي الأهلي، يعني ما فيش حاجة تأخرت، هو المباراة شوطين مظبوط، يعني ما سجلتش في الشوط الأول تسجل في الشوط الثاني صحيح، يعني المباراة 90 دقيقة، إنما الأهداف اللي تأخرت مش المكسب اللي تأخر. المكسب ما بيتأخرش، مكسب لحد دقيقة 90 بالظبط كده، جبت في دقيقة 90 في 92 95 دقيقة 100، المهم ان هي المباراة بتنتهي بصفارة الحكم، وده اللي حصل النهارده، وده اللي الاهلي عمله وبيأكده في كل مباراة. الرغبة عند اللعيبة موجودة، خد بالك يتبين الأداء من ماتش للتاني يا كابتن أيمن، مش لازم بالضرورة انك انت تلعب كل مباراة تبقى 10 على 10 تبقى قوي جدا تبقى مكسر الدنيا، مش بالضرورة، خد بالك في مباريات ممكن تكسبها بأداء سيء، في مباريات تكسبها ما تكونش يعني ما حبيتش طريقه اللعب، في مباريات بتكسبها بصعوبه تمام، في مباريات بتبقى انت الاقل فنيا وبرده بتكسب، يعني المهم فاينل يعني ان انت في نهايه الجولات الاخيره انت بتلعب عندك هو هدف واحد بس، ان انا اكسب الماتش، اكسب الثلاث نقاط. احنا مش في وقت صراع الفنيات، ليه؟ لان في تراك احنا ماشيين فيه احنا وفرقه تانية، في سباق ماشيين فيه مين اللي هيجيب البوينتس. خد بالك النادي الاهلي هو الوحيد اللي عليه تعقيبات جدا 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 للاداء بتاعه. الاهلي اصلا النهارده ما كانش حلو، ما كانش كويس اصلا، ما الفرقه الثانيه تبقى وحشه جدا، الله مبروك يا شباب ويسقفوا وبتاع. خد بالك ماشي اوكي ما فيش مشكله، اتعودنا على كده، لكن في وقت من الاوقات لازم الكل يبقى عارف ان الوقت ده وقت المكسب بس، انا عايز اكسب تمام. النهارده في خلل بس لازم نحط ايدنا عليه، ما هو مش لازم ان انا بكسب بس يبقاش عندي خلل، ممكن يبقى عندي الناحيه الجماليه وحشه مش احسن حاجه، ممكن يكون عندي الناحيه يعني الشوط والهجوم والمش عارف ايه والطدي مش افضل حاجه، لكن ما يكونش عندي خلل دفاعي، ده الاهم بالنسبه لي، ما يكونش عندي في حاجات ممكن من خلالها يتسجل في اهداف. طب سؤال هنا اتفضل، احيانا انت كمدير فني ممكن تتغاضى عن بعض الاخطاء اللي بتحصل في الملعب لانك كسبت ولانك داخل على مرحله مهمه قوي، تقلق شويه لو الناحيه النفسيه اتهزت شويه للعيبه قبل ماتش مهم؟ نفسيه ولا الناحيه الفنيه؟ لا النفسيه. طب انا متغاضى لا اقلق، انت بتقول تقلق شويه لو الناحيه النفسيه، لا 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 لا، انك انت تتكلم في الاخطاء برغم ان انت كسبان واديت مثلا شوط كويس الشوط الثاني ماشي انا فهمت، وفي بعض الاخطاء فهمت، ولكن داخل على ماتش مهم، اخطاء ايه؟ تنظيميه ولا اخطاء فنيه في بعض الحاجات؟ يعني مثلا في حد اناني مثلا اصل المفروض يعملها بالعرض فعملها فحط فشاط، ممكن تتغاضى عنها تمام، اتغاضى عنها واحد زود بالكره شويه اتغاضى عنها، واحد كان المفروض يرفع وشاط اتغاضى عنها، لكن الاخطاء اللي فيها تنظيم لا اتغاضى عنها، اللي فيها وقفه في الملعب تمام اللي فيها يعني اللي ممكن تخسرني ماتش سرحان تمام اوكي، يا تنظيم يا كابتن الاثنين، خد بالك الاثنين السنتر باكس ماسكين ازاي، طريقه تحضيري الهجمه عامله ازاي تمام، هل انا بشتغل على الكاونتر اتاك بشكل كويس ولا لا، هل الحاجات اللي طالبها المدير الفني من التحركات لما الرايت باك يطلع، هل المفترض ان لعيب نص ملعب يجي مكانه يغطي مكانه ولا لا، في بعض الحاجات دي ما كانتش موجوده النهارده في الماتش، عشان كده شفنا الشوط الاول يعني هجمات خطر على فرقه النادي الاهلي، يعني الشوط الاول على سبيل المثال الاخطاء يعني كريم فؤاد يطلع ما يرجعش تتلعب الكره من ورا هجمه خطر على النادي الاهلي، محمد هاني يطلع محدش يغطيه تمام، كل لاعبتنا الثلاثه موجودين، اكرم موجود ومروان عطيه وامام عاشور موجودين في الثلث الاخير في ال 18 وسايبين نص ملعب، سايبين يعني الجزء المهم جزء كبير جدا، سايبين نص ملعب كله، سايب مهمته الاصليه بالظبط، فدي حاجات دي لا يجوز التغاضي عنها، ما ينفعش لان دي تخسرني ماتشات،
في ماضي، وبعدين يعتاد عليها اللعيب، فدي تبقى أزمة كبيرة بالنسبة لي. يعني اللعيب لو سبته يشتغل كده وما كلمتوش، لا يعتاد ان هو كل مباراة انا عايز اطلع قدام، انا اللي عايز، مين اللي هجيب، انا اللي هجيب الجول، فاهم قصدي؟ انا عايز ابقى في الحتة بتاعت ال 18 اعمل الدبل باس وال 1 2 واحطها بكعبي. اوكي حلو الكلام ده لما تكون التيم كله بيشتغل في الحتة دي، لكن النهاردة في الماتش الشوط الاول تحديدا كان في جاب كبير جدا من لعيبة نص ملعب والاثنين السنتر باكس بتوعنا، جاب كبير جدا، تمام، اثنين واقفين لوحدهم على اربع على ثلاث لعيبه من لعيبه طلاع الجيش، والباقي كله واقف في نص ملعب هناك، لا في رقابه ولا في تمركز جيد ولا في تغطيه جيده، وحتى لما المرتده صعبه جدا انا هكسب في اي وقت عشان العب في البداية. عشان كده يا كابتن شريف عندي مرمى النادي الاهلي اتهدد ثلاث مرات الشوط الاول بكرات كلها خطر، خطر كلها، ليه؟ واحد دايما ضد واحد، اثنين على واحد، عشان كده بقول لك كابتن ايمن دي اخطاء ما ينفعش المدير الفني يتغاضى، ما ينفعش بقى حل من الاحوال، انما اتغاضى عن ترقيصه، عن واحد مثلا عايز يرقص، عايز يشوط شوط، عايز يرفع كروس، بيجري بالكره شويه، بيزود الحاجات الانديفيدوال، الحاجات الفرديه دي انا ممكن اتغاضى عنها كمدير فني، لكن في حاجات يعني لو انت خدت بالك من القلائل اللي المدير الفني بيغير، غير مين؟ غير مين الشوط الشوط الاول؟ نص الملعب، غير الشحات مروان مكان عبد القادر، عبد القادر غير السوليه مكان مروان، وعمر كمان كمان محل محمد هاني والسوليه، ما انا قلت لك مروان غير لعيب في نص ملعب، مظبوط، غير زهير ايمن بالظبط كده، رايت باك وجناح عندك وغير جناح، تمام، يعني في الثلاث خطوط، في الثلاث خطوط ايوه، عشان يدي مسج للعيبه ان المباراه دي مش احنا مش يعني مش مباراه ترفيهيه بالنسبه لنا، احنا عايزين الثلاث نقاط، وبعدين هو حس بخطوره، خد بالك، ومن يعني من المرات القليله جدا ان الراجل ده بيغير ما بين الشوطين لما بيحس بالخطوره، وان الفرقه محتاجه التغيير، خد بالك، ودي من الحاجات النوادر اللي بتحصل مع مستر كولر انه يعمل تغييرات سريعه كده في نص في ما بين الشوطين، عشان كده خد بالك يعني مطلوب جدا 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 من لعيبه النادي الاهلي تركيز بشكل كبير، لان المباراه اللي جايه اعتقد من وجهه نظري مباراه الدوري العام، من وجهه نظري الشخصيه انا شايف المباراتين مش مباراه واحده، ما احنا بنتكلم على اللي جاي، ما اللي جاي واحده من الاثنين، مباراه دوري تكسب خلاص، انت بتحط نفسك في حته مختلفه تمام هتكسب، نزل ثلاث نقاط، طلعت انت ثلاث نقاط، خد بالك المعنويات صح، والحاجات النفسيه هي اللي هيبقى ليها دور اكبر بعد كده في اللي بعديه، خد بالك ليك وليه، لو المباراه انتهت بتعادل هتمشي دايما، هتمشي برضو في نفس السبق لحد ما نشوف مين هيقع في ماتش من الماتشات، تمام، فانا عندك ماتشين مع بيراميدز، ماتشين مهمين جدا جدا، الماتش اللي جاي اول واحد بيتعامل زي مانشستر وارسنال، خد بالك يا كابتن، انت مطالب جدا من الدوري الانجليزي السنه اللي فاتت، انت مطالب انك تكسب باي اداء بس مش تكسب وغير تكون منظم، تمام، في الملعب لازم تكون منظم، ما ينفعش بطريقه الشوط الاول هيبقى الامر صعب جدا، هو عنده رؤيه دلوقتي كبيره طيب. جدا طبعا. شايف كل الدنيا يعني. خلينا اكلمك في حاجه يا كابتن شريف، هو يعني كلكم اتكلمتوا على التغييرات اللي حصلت بدايه من الشوط الثاني سريعه، التغييرات السريعه، يعني هل من ضمن الاسباب لتغير الشكل الشوط الثاني هي التغييرات فقط؟ هل انا ولا اللعيبه حست يعني. بالمسؤوليه وحست ان الماتش لو فضلوا كده مش هيكسبوا بسهوله؟ لا، هو المدير الفني اللي حس بالمسؤوليه، لا واللعيبه، ثانيه واحده بس، المدير الفني اللي حس انه بالشكل اللي لعب بيه اول هاف تايم ما ادالوش المردود اللي هو كان متخيله، ان هو مجموعه النادي الاهلي بالسكواد بتاعتها بفردياتها باسمائها بكل حاجه، احنا شفنا ماتشين قبل اللي فاتوا كان لعب برده بسكواد زي ده كده وماشي وثلاث اهداف، ده الشكل اللي بيبقى في عقلي انا كمدير فني وانا بحط اي فرقه اي حد، ولكن عوامل التوافر والانسجام والهارموني بتاع خطوط معينه في غيابات ناس معينه بيبقى ده مردوده، يعني انت دلوقتي في ظل 48 ساعه ماتش كمان في لعيب يقدر يلعب معاك كل 48 ساعه ماتش وفي لعيب ما يقدرش، طب النهارده هو عايز في لعيبه ما تخشش ايمن في ال 48 ساعه دي، في لعيب بيوفر لنفسه الراحه بره زي اكرم مثلا، اكرم انا النهارده قلقان عليه بصراحه، سبرنتر ورايح جاي وهجم ولعب ولونج ليفت اتقطعت لقيته بيرد سبرنت تاني، انا قلت لك ايه؟ انا خايف على اكرم يجي له شد دلوقتي هو، فده لعيب عنده الروح دي وعنده النيرف ده اللي هو يخلي المدير الفني يتمنى ان كل الفرقه تبقى بهذا الشكل، انا كمدير فني بتمنى ان كل واحد يعمل اللي عليه، انت فاكر احنا ما كنا بنتكلم نقول لك ايه؟ كل واحد فينا يعمل اللي هو عنده،
كويس. عبد القادر انا بتمنى من عبد القادر ايه، واحنا بنختلف او نتفق ان هو لما بيعدي من واحد واثنين وثلاثه وبيعمل البليسنج او يعدي من واحد واثنين ويعمل عرضيه كويسه، هي دي مره ولا مرتين في الماتش. هو المدير الفني بنفس الشكل بيعمل في هذا. هو ليه بيلعب عبد القادر؟ لان عنده من الامكانيات والدريبلر والسرعات، ها، انه يقدر اولا يبقى ناقل للحركه بسرعه في الكاونتر اتاك بالنسبه ليك. وواحد زي وسام محتاج حد من الاطراف السرعات دي عشان يقدر يعمل له العرضيات او حاجه زي كده. انا جاهز، انا راس حربه جاهز لاي حاجه جايه لي سالكه انا اقدر اتعامل معاها. وابتكر النهارده باص وفكر وعدى وجاب جول. فانت عندك الامكانيات من كل لعيب. المدير الفني بيبقى يعني عايز او نفسه ان هو في الرؤيه اللي هو عملها وشايف ان الحكايه تبقى باداء بسيط بهدوء يضرب 1-0. لو 1-0 ما كانش يغير في الهاف تايم كل الثلاثه دول، صح ولا انا غلط؟ لو كان ممكن. قدر يحرز اول هدف. الشوط الثاني لا، ده انا عندي 45 دقيقه وزي ما كلنا بنقول احنا في ماتشات ملاكمه دلوقتي. أيه. بوم 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 الأول. مين اللي هيزنق واحد في الكورنر؟ اديك هتروح له يوم الجمعه يعني هتزنقه في الكورنر وتديله تاك 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 وتخلص المباراه ان شاء الله. يا اما هتفضل تجري معاه في التراك ديد هيد، يعني اتنين ماشيين ديد هيد. مين اللي الراس مين هتروح في الاول؟ اللي هيخش مين الاسرع؟ مين اللي جاهز؟ واحنا عندنا الضغوط علينا احنا مش على الفرق الثانيه. الفرق الثانيه كسبت زي ما قالك بلال، برافو يا كابتن، متشكرين. الفرق الثانيه خسرت ولا تعادلت، مفيش حد هيحاسبها. هو الخساره عليهم هم كلاعبين ان هم عندهم فرصه ان يعملوا انجاز او بيبحثوا عن بطوله. بقالهم خلينا نتكلم بواقعيه، بقالهم 4-5 سنين بيبحثوا عن هذه البطوله او يبقوا في هذا الشكل او أيوه. في المشوار ده أيوه. وجات لهم فرصه انك انت اتغلبت ماتش وتعادلت ماتشين ما لهمش اي لازمه، خلى الوضع اللي احنا فيه ده. وما زلنا عندنا سبق ان شاء الله الوصول للنهائي، لو كسبت المؤجلات كلها الوصول لنهائي الطريق او بتاع بحمل الدوري. ولكن انت كل الناس تيجي تكلمها او تقول لك ايه، انت اللي مضغوط، انت اللي حطيت نفسك في الموقف ده. بتبتدي بقى الاشباح والاوهام، الناس دي خدت ضربه جزاء، الناس دي ما عملتش شيء، في حاجه هنا، في هنا مش عارف. انت بص حصل ايه، احنا بره الحكايه دي. النوك اوت فين؟ يوم الجمعه اللي جاي ان شاء الله. فاللي حصل النهارده علامه برضو للمدير الفني، العب زي ما لعبت الماتش اللي فات. لعبت بتيم الماتش اللي فات، ها، كلهم لعيبه متعودين على بعض والوان تو هات وما اعرف ايه، وعندهم الامكانيات من الشوتينج ومن العرضيات ومن الاجنحه الطايره والديفندر واقفين. بص الديفندر واقفين يا ايمن، ها، بيغطوا على اي حاجه بتتقطع من ناحيه تانية، كل واحد واقف في مركزه. لقيتك توك 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 خلصت الحكايه، تبتدي بقى تعمل المزاج بتاعك كله. عم امام عاشور ياخد الكره ويرقص واحد ويستفز لي اثنين ثلاثه ويضيع وقته، وهتلاقي بقى الانذارات من الناحيه الثانيه والاعتراضات وكل ده اسلوب النادي الاهلي لما بيتفوق. فهي حته ضبط امني كويس بالنسبه لبدايه المباراه اللي جايه. انا دي في حساباتي انا. دي وجهه نظرك. طيب لو كلمت في نفس وجهه النظر كابتن اسامه بالنسبه لوجهه نظر الكابتن شريف، هو بيتكلم على يعني تقريبا يعني بيتكلم على نص الملعب كويس. ولو هو اتكلم على التشكيل كابتن شريف من ماتشين، ماتش طلاع الجيش كان ليكوا بعض يعني الاسئله كده قبل المباراه، ومنها نص الملعب، وقلنا ساعتها يعني كنا نتمنى يحصل كذا ويلعب مين جنب مين واتنين ديفندر كتير جدا على فرقه زي طلاع الجيش لان الفوارق كبيره جدا، ولكن قدرت تحسمها بدري وقدرت تكسب رباعيه واداء اكتر من جاي. ماشي، انا مش احيانا اتنين ديفندر في نص الملعب بتفرق كتير بناحيه ايجابيه، مش شرط ان عشان اهاجم يبقى لازم العب بديفندر واحد، لا، في مباريات كتيره جدا ويمكن عادل في بدايه الاستوديو اتكلم انه في فتره كان مستر موسيماني او مستر كولر حتى بيلعب بثلاثة وسط ملعب مدافعين، كنا بنلعب بديانج وحمدي فتحي وامام عاشور وماتشات كتيره جدا وكنا بنبقى متفوقين وبنكسب. هو طريقه تنظيم اللعب
والحاله الفنيه اللي كان فيها اللعيبه بتفرق كتير قوي. النهارده مش القضيه ان كان اكرم جنب مروان، القضيه ان 7-8 كانوا بره الحاله بتاعتهم. ده كان بيلعب بديانج وحمدي فتحي ومروان عطيه. ما انا بقول فاكر انت مش امام عاشور. انت قلت امام. معلش مروان بالك يا اسامه، يعني مروان عطيه كان بيعمل بالصار حديدي كله. ايوه فاللي انا اقصده النهارده مش عشان هو لعب باتنين ديفندر، ممكن مش يكون كان في حاله من الاسترخاء للعيبه الشوط الاولاني. يعني عشان كده انا بقول لك مروان كان بعيد عن الحاله بتاعته، اكرم كان بعيد عن الحاله بتاعته، امام بعيد عن الحاله بتاعته، احمد عبد القادر بعيد عن الحاله بتاعته، طاهر كان اقل من حتى الماتش اللي هو كان لعبه وكان مميز فيه، وسام ابو علي تقريبا الشوط الاولاني تقريبا ما لمسش الكوره، فهاني واضح كمان ان هو ما كانوش في احسن حالاتهم. فسبعه ثمانيه في الفرقه كتير ان يبقوا بره الحاله بتاعتهم، مش القضيه ان كان نص الملعب فيه اكرم، هو كان فيه اخطاء كتير. ثانيا انت سالت على سؤال، هل التغيير فقط هو اللي اثر في الموضوع الشوط الثاني؟ التغيير واحد من العوامل. انت 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 كمدير فني لما بتيجي تصلح، لما تيجي تصلح ثلاث اربع حاجات بتعملهم. نمره واحد، في وقت اللعيبه بتخش بتكلمهم بهدوء وتدي تعليمات لو هم عاملين اللي عليهم قوي، وفي وقت لما بيكونوا بيدي دش جامد عشان اللعيبه تستفز وتعمل. من الحاجات كمان اللي بتعمل تغيير انك تبدل لعيبه، في لعيبه ممكن تكون مش في الحاله بتاعتها قوي، انت حاسس انه مش هيقدر يرجع للمستوى، في لعيبه ممكن تكون مؤثره هتنزل مثلا عندها استحواذ زي حسين الشحات وعمرو السولية، فممكن يعملوا فرق. واحد زي عمر كمال عنده حيويه ونشاط فدي مع دي، مع انه يوبخ، مع انه يغير، كل ده يدي لك تغيير في الاداء. أيوة. فهي دي اللي فرقت، مش بس التغيير. اكيد هو اتكلم معاهم برضو، عشان كده كان اللعيبه حماسهم اكبر الشوط الثاني. أيوة. يعني الثلاثه اللعيبه اللي نزلوا وكمان بقيه اللعيبه كان حماسهم اكبر الشوط الثاني. صحيح. وكويس ان نزلوا بدري. طبعا. طبعا هو طبعا مستر كولر كان لازم يعمل كده. طبعا فعلا. برافو عليه. صحيح. وحاجه هنتكلم فيها بس بعد الفاصل برضو، احيانا انا كمدير فني او اي مدير فني قبل اي مباراه مهمه او قبل اي مباراه مش مصيريه بس مع يعني مع المنافس مثلا، بتبقى عامل حساب لبعض الحاجات. احيانا بيشغل جزء من تفكيرك المباراه اللي جايه، وبناء عليه انا بلعب المباراه دي اللي هي اللي قبلها على حاجات معينه. اللعيب برضو نفس الحكايه على فكره. اللعيبه في الملعب ممكن يكون بعض اللعيبه في الملعب بجانب استسهال الخصم، لان احنا كسبنا 4-0 الاسبوع اللي فات وكان في اريحيه، ممكن برضو اكون بفكر او شاغل جزء من تفكيري مباراه بيراميدز اللي هي هتتلعب يوم الجمعه اللي جاي. نروح لفاصل، نرجع نكمل كلامنا مع نجومنا الكبار بعد الفاصل. انتظروا. مرحبا بكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين. كابتن عادل، الاخطاء اللي شفتها الشوط الاول وتم تصحيحها الشوط الثاني بدايه بعيدا عن التغييرات. لا يعني ما فيش حاجه اسمها بعيدا عن التغييرات كده، اصل انا شايف ان التغيير في الاداء لا بيبقى من الافراد، لا بيبقى من التكتيكس، لا بيبقى من المدرب. لا، والتغيير في الفكر. لا يعني المدرب، يعني طريقه لعب واللعيب. طيب احنا لو اتكلمنا كان في تغييرات مؤثره. تمام ماشي. يعني اول هدف جاب مين اللي جاب؟ انا بقول بجانب التغييرات. يعني لا، ما هو بص يا كابتن، انت في مقوله كده بيقولوها انا ما بتعجبنيش. ايه؟ بس دايما يقول لك الشوط المدربين، الشوط الاولاني بتاع اللعيبه والشوط الثاني. لا لا غلط. انا قلت ما بتعجبنيش. لا غلط. انا لانه الماتش كله بتاع المدرب واللعيب. طب وفي الحاله اللي الانديه الكبيره بتبقى المدرب اكتر. كويس. لانه اكيد اللعيبه كويسه. تمام. انا معاك في الكلمه دي او في الجمله دي. لا ماشي تمام. هل اللعيبه النهارده من بدايه المباراه كان البعض شاغل نفسه بالماتش الجاي؟ ده طبيعي يا كابتن، طبيعي جدا. شوف، دايما قبل الماتشات الديربي مفيش شك ان بيراميدز مباراه مهمه مع منافسه، خلاص بقى المنافس بتاعك السنه دي يعني.
وهو كمان متصدر الدوري. ايوه. فخطوره المباراه القادمه في ان لو بيراميدز لا قدر الله حصل حاجه هيبعد بالدوري قوي. علشان كده في شد عصبي عند لعيبه النادي الاهلي. وبيفكروا في المباراه القادمه، مش هم بس. طريقه اللعب النهارده تديك ايحاء انك بتظبط للمباراه القادمه. قصدك على بدايه الماتش بالتشكيل؟ اه، يعني انا يعني التغيير اللي حصل هو ادى لتغيير الاداء. تمام. ما فيش شك بكده. وكان تغيير بدري. ما قعدش للدقيقه 80. تمام. ودي حاجه مهمه جدا. لكن الايام القادمه هتصبر عن ايه؟ اللي هو اليومين الثلاثه القادمين على بروره الفرقه ومين الاجهز ومين اللي ممكن يلعب ما يبقاش زي الشوط الاولاني النهارده. كويس، بس انت الشكل اتغير تماما الشوط الثاني. اكيد. تمام. اكيد. هل معنى ماشي، هل معنى ده ان مثلا ممكن مستر كوره للماتش الجاي ماتش بيراميدز يبدا باللي بدا بيه الشوط الثاني؟ لا لا مش معنى. لا 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 طبعا. بص يا كابتن، انا قلت لك صراع الدوري متلخص في بيراميدز، صح؟ تمام. هو المنافس اللي المباراه اللي هي المؤجله ليك كلها انت بتجمع نقاط. تمام. تمام مظبوط. لكن المباراه القادمه انت بتعدلها لانها مباراه بستة نقاط. زي ما اتفقنا انت تاخد يعني ثلاث نقاط وهو يخسر ثلاث. مظبوط. يعني احنا كنا بنتكلم انا وانت مع بعض قبل الهواء، قلنا ان المباراتين ب 12 بونت اللي هم المؤجلات اللي هم مؤجل المتاجلين مع بعض. هم هيتلعبوا في 10 ايام على فكره. اه يعني 12 بونت دي حقيقه. يعني النادي الاهلي ان شاء الله يكسب المباراتين يحسم الدوري، يحسم الدوري بنسبه كبيره ان شاء الله. لقد الله يكسب مباراه تبقى فيها صعوبه عليك. التعادل يبقى الوضع على ما هو عليه. التعادل هيبقى الوضع على ما هو عليه. هتبقى الكوره في ملعب بيراميدز في رجله. ليه؟ مش معاك. ليه؟ لا لو كسبت انت ماتشاتك المتاجله قرارك كما هو عليه يا كابتن عادل، هتبقى انت هيبقى نقطه فوقيه. هيبقى نقطه ليك انت لو كسبت كمان المعادله، انت تبقى نقطه فوقيه. انا اكيد انا عارف، ولكن انت عندك ماتشات اصعب واكتر. انا بتكلم يا كابتن الموضوع مش سهل. وهو هيريح لحد اخر اسبوعين كمان. هو هيريح قوي. وبعدين يا كابتن خلي بالك الموضوع مش سهل. انت هتلاعب فرق قويه جدا وفي نهايه موسم واهدافها في ناس عايزه تقعد في المنطقه ده اللي هي ما تنزلش، وفي ناس تانية هتلعبها عايزه تحسن مراكزها وغير كده وكده. انت في ناس عايزه تضيع منك الدوري بجد. يعني هتلعب بكل قوه ليه؟ لانه يبقى عمل حاجه السنه دي ان هو مثلا عمل نتيجه معاك ايجابيه وكان رقم مهم في الدوري. لانه اي فرقه هتوقع بيراميدز، هتوقع الاهلي، فهتبقى عملت رقم حلو في الدوري. انت فاهمني؟ لان دلوقتي خلاص الصراع اتحسم في المقدمه ما بين الاهلي وبيراميدز، انتهى الموضوع. فعلشان كده بقول لك ماتشاتك انت اصعب. انت عندك انت عندك 12 مباراه لسه. 11 مباراه يعني بجانب مباراه بجانب كاس. مباراه الكاس. لكن انا بكلمك في الدوري عندك 11 مباراه. 11 مباراه هقولهم لك سريعا لو عديت. يا ريت. ماشي. عندنا بيراميدز 12 يوليا. مودرن سبورت 16 يوليا. بيراميدز ثاني 22 يوليا. تمام. المصري 26 يوليا. تمام. سيراميكا 29 يوليا. تمام. البنك الاهلي 1 اغسطس. المقاولين العرب 4 اغسطس. سموحه 8 اغسطس. الاهلي وزاد 11 اغسطس. امبي 14 اغسطس. تاني مودرن سبورت اخر مباراه في الدوري السبت 17 اغسطس. 12 مباراه في 44 يوم. ده بمباراه الكاس. بمباراه الكاس. ايوه. 12 مباراه في 44 يوم، يعني الفرق كام؟ قاسم ال 12 مباراه على 44 يوم هتلاقيه يومين او ثلاث ايام مثلا. حاجه فيها صعوبه، في وقت صعب للغايه، صح يا كابتن؟ فانت بتتكلم على كمان فرق من العيار ايوه تقيل. انت عندك هتلاعب الاول معاك مباراتين، هتلاعب فيوتشر فرقه رقم كبير في الكوره من الفرق المقدمه من الفرق المقدمه والمصري كذلك المصري يعني انت عندك وزد
عندك كل المباريات بتاعتك في المقابل ان بيراميدز لعب مباريات كتير. عشان كده انت عارف لو كان الامر بيراميدز كان كمل شويه في البطوله الافريقيه كان قلل كان ممكن. لا وكان حاجه ثانيه انت كان زمانك حاسم الدوري. ليه؟ لانه ما كانش هيستحمل اللي انت بتستحمله. صحيح. عصر شوف مهما حصل ما فيش فرقه تستحمل الثلاث ايام الثلاث ايام الثلاث ايام والضغوط دي ورا بعض. يعني بيراميدز مش هيستحملها. بيراميدز كان بيلعب مباريات متباعده. بعد ما خرج من بطوله افريقيا فضل الدوري قعد يشتغل على الدوري. ولكن في الاخر انا متقبل حاجه مهمه جدا. ادائنا الجيد. انا مش بتكلم على مباراه النهارده، انا بكلمك على الاداء في الفتره اللي هي ما بعد بطوله افريقيا. بالظبط. بدات انت تتفرغ للدوري، خدت 12 مباراه ما يتخللهم ماتشين الترجي. يعني حوالي 10 مثلا، لكن هو لا يمكن 12 مباراة متتالية في الدوري. أنا فاهم، ولكن يتخللهم كان مباريات كمان مباراتين الترجي في وسط ال 10 بطولة أفريقية. يعني 14 مباراة، أنت لاعب 14 مباراة. أنت كسبان 13 منهم ومتعادل واحد اللي هو بتاع الترجي. صحيح. فأنت أدائك كان مميز وأدائك جميل. بالنسبة للي أنت قلته لي افتكر التغيير كان في اللاعبين ادى انك انت تبقى افضل في الشوط الثاني. طيب نروح نشوف مستر كولر قال ايه في المؤتمر بعد المباراه، نرجع نكمل مع حضراتكم مره اخرى. Ja, wir haben erste Halbzeit nicht so den Zugriff gehabt. Wir haben oder der Gegner hat fast die größte Torchance Ufa hervorragend gehalten zweimal da. Und ja, ich musste in der Pause was ändern und es ist dann besser geworden. Wir haben gleich nach vorne attackiert, haben nach vorne gespielt und konnten zwei Tore schießen. Und wir sind dann schlussendlich froh, dass wir das Spiel dann über die Runde gebracht haben. بدأنا الشوط الأولاني مش كويس، ما دخلناش في الماتش في أول شوط تقريبا رغم تضييع الأهداف بتاعتنا، لكن احنا كنا عايشين أول شوط الأول. المنافس أضاع فرص كمان خطيرة جدا الشوط الأولاني. بنشكر أوفا على اداء الشوط الاولاني ان هو خرج الشوط الاولاني 0-0. بين الشوطين كلمت مع اللعيبه، عملت تغييرات على طول، التغييرات ساعدتنا كتير. دخلنا الشوط الثاني احسن كتير جدا، متحكمين في المباراه، اشرس، بنلعب لقدام اكتر، محاولاتنا اكتر، بقينا فعالين اكتر، جبنا جونين في النهايه. سعيد جدا بتحقيق 3 نقط وبالمكسب النهارده. خلاص انا بص السنه اول بعد اهداف انت اتفضل. ببارك للكوتش كولر مع 3 نقط النهارده. عايز بس اعرف سيرست العاد الشناوي وكهرباء النهارده. Ich gratuliere für die 3 Punkte heute. Ich würde gerne wissen, dann, warum Schnaui und Kahraba heute nicht dabei sind oder suspendiert sind. Na, die sind nicht suspendiert. Der Kahraba hat letzte Woche hat er individuell trainiert. Und jetzt war er bei einem Mannschaftstraining mit dabei. Das ist noch ein bisschen zu wenig und darum war er noch nicht mit dabei. Und Schnaui habe ich freigegeben, dass er, weil wir, ja, was ist das jetzt, Mitte Juni, nach seiner Verletzung. Ja, seit Mitte Juni, ja. Juni, Mitte Juni, als er nach seiner Verletzung zurückkam, haben wir mit ihm gesprochen und haben gesagt, okay, wir haben intensive Spiele alle 3-4 Tage. Und er nach seiner Verletzung. Ufa hat vorrangige Spiele gezeigt und ich möchte auch nichts riskieren, dass wenn beim Torhüter, der permanent spielt, und der andere nur Ersatz ist und wenn was passiert, dass er rein muss, dann ist das eigentlich auch von der Erfahrung her sehr schwierig für den Torhüter mit der Einschätzung, Flanken, Schüsse und mit Mitspielern. Und darum habe ich ja, entschlossen, oder jetzt in dem Spiel, ja, dass er freikriegt oder trainiert dann, oder nicht mit dabei ist und Ufa mit dazukommt. Und ja, nächsten Spiel wird er wieder mit dabei sein. بالنسبة لكهرباء هو مش استبعاد ولا حاجة، هو الفكرة ان كهرباء الاسبوع اللي فات كله كان بيتمرن لوحده تدريب فردي، ما اتمرنش مع الفريق تدريب جماعي غير امبارح بس،
وبالتالي تمرين جماعي واحد بس لا يكفي ان انت تخش قائمه المباراه. تمرين واحد بالنسبه لي انا ما يكفيش، فعشان كده كهربا مش موجود في قائمه النهارده. بالنسبه للشناوي، انا الشناوي لما رجع من اصابته في شهر 6 انا اتكلمت معاه وكنت صريح معاه ان احنا عندنا ضغط ماتشات كبير جدا، وهو رجع من اصابه كبيره هيبقى صعب جدا ان هو يشارك طول الوقت كل الماتشات، والكلام ده انا قلته له، وخصوصا مع ضغط الماتشات اللي احنا بنلعبه. حاجه تانية كمان ان اوفا خد فرصه وشارك واثبت نفسه. انا مش عايز ان انا احط الحارس على الدكه تاني ارجعه ان هو يفقد حساسيه المباريات ما بقاش موجود. انا لا قدر الله حصل حاجه للشناوي يبقى اوفا بعيد ومش واخد ماتشات، يبدا يرجع تاني هيبقى تقديره للكور مختلف لما يبقى موجود زي ما بيقولوا في الثلاجه فتره طويله. فعايز ان اوفا يبقى رجله في الملعب عشان خاطر يقدر ان هو في اي لحظه يحصل اي حاجه يبقى اوفا جاهز، وخصوصا ان هو اثبت ان هو جدير بالفرصه دي، لان الحارس لما بيقعد فتره طويله مش بيلعب وعين مره واحده تنزله بيبقى تقديره للكروسات للشوط للباصات لتعامله مع اللعيبه زمايله بيبقى فيه صعوبه. فقررت ان انا ادي اوفا من حين لاخر ماتشات عشان خاطر تبقى رجله في الملعب عشان يبقى موجود. والشناوي اتمرن النهارده في النادي وموجود معانا ما فيش اي مشكله. كوتش مبروك النهارده على الشوط الاول. شكرا لك فيليكس زيجو هيتر 12 على الثواني. سؤال في فولجا. Wir haben Andrea erwartet wie immer mit dir. سؤالي، احنا شفنا النهارده اوفا بيتالق وبيصد اقصى من 3 فرص محققه في الشوط الاول. هل ممكن نشوف اوفا حارس اساسي في ماتش بيراميدز ويتعارك على تالق وسام ابو علي؟ Ufa hat heute hervorragend das Spiel gemacht, besonders in der ersten Halbzeit hat er dann drei wirklich Riesenchancen dann gehalten. Könnten wir erwarten, dass Ufa bei dem Spiel gegen Pyramids dann von Anfang an spielt? Und was ist Ihre Kommentare dann oder Bemerkung dann zu Abu Ali, dass er so in Topform ist aktuell? Also bisher. Ja, also mit Torhüter ist eigentlich abgemacht mit Shenawy, dass er wieder zurückkommt. Shenawy wird spielen, ja, nächstes Spiel, er wird wieder im Tor sein. Und ja, mit Wessem ist, ja, ist, wir freuen uns natürlich. Ja. Und es ist wichtig, er war am Anfang ein paar Mal verletzt mit uns, er musste dann wieder pausieren und dann muss er wieder dazukommen. Und ja, ich hoffe, dass er diese Form halten kann, dass er permanent dann diese Leistung abruft. Und ja, wir sind natürlich froh, dass er Tore schießt und so gute Spiele zeigt. بالنسبه للشناوي انا اتكلمت معاه زي ما قلت، وانا متفق مع الشناوي ان هو هيقف في الماتش الجاي، فالشناوي هو اللي هيقف اساسي في ماتش بيراميدز. بالنسبه لابو علي وسام، احنا طبعا سعداء جدا بالمستوى اللي بيقدمه. هو اول ما جاء كان طبعا جاي من اجواء مختلفه خالص، فاتصاب في الاول، كان بيتصاب كتير، اتعطل كتير في الاول، فاحنا سعداء ان هو بدا ان هو يعرف الريتم بتاعنا، بدا ان هو يخش مع الفريق، بدا ان هو يجيب اجوان. سعداء جدا بالاهداف اللي بيجيبها مع الاداء اللي هو بيأديه، لكن هو لسه عنده كتير واحنا مستنيين منه اكتر كمان، وسعداء بيه جدا. برحب مستر كولر وبقول له الف مبروك على الفوز النهارده. تقولي غدا في الانزيكو في الشوط الاول كانت الجبهه الشمال للنادي الاهلي كان فيها ثغره، ويمكن اهم فرصه جت للفريق طالع الجيش كانت من ورا كريم فؤاد. ازاي الشوط الثاني قدر يعالج دي ويسوق مستوى اسوق ارضيه استاد القاهره، متاثر على اداء لعيبه الاهلي بنسبه قد ايه؟ In der ersten Halbzeit hat man gesehen, dass Ali dann eine Lücke hatte dann hinter dem Linksverteidiger, also hinter Karim Fouad. Sogar dann die beste Chance, die El Geish hatte, war hinter ihm oder von hinter ihm. Wie haben sie diese Lücke zugemacht in der zweiten Halbzeit? Und inwiefern beeinflusst den Platz, also das schlechte Status dann oder Stand der Caro Stadion aktuell, wie inwiefern beeinflusst er den Fußball von Lali Spieler? Also eine Lücke hinter Karim gibt es, weil er der Hinterste ist. Er ist Außenverteidiger, hinter ihm kommen nur noch die Eckfahne. Also von. بالنسبه لكريم بالتاكيد طبعا لازم يكون في مكان وراه او ثغره وراه، لان هو اخر واحد وراه رايت الكورنر، فلازم هيبقى فيه، مش هيقدر يلزق على رايت الكورنر، لازم هيبقى فيه وراه هوا. Das meine ich nicht. Denn wie haben Sie das dann in der zweiten Halbzeit gelöst, dass es nicht hinter ihm gespielt wird? Ja, das ist halt natürlich auch die Spiele, die vor ihm sind, die sind natürlich auch zuständig, dass sie
dass sie frühzeitig attackieren, dass sie rausgehen, dass sie blockieren. Und das haben wir angesprochen und das war dann ja, besser. Also es war allgemein in der Defensive besser in der zweiten Halbzeit als in der ersten Halbzeit. Es war nicht nur hinter Karim Lücke, sondern es war in der ganzen Viererkette war Lücke. هو المسؤوليه بتبقى مسؤوليه مش بس الباك، مسؤوليه اللي بيلعب قدامه كمان. اللي بيلعب قدام الباك لازم ان هو ليه ادوار دفاعيه، لازم بيرجع، لازم بيقفل، لازم بيمنع الكره انها تتلعب. فلما اللي قدامه ما بيعملش الادوار الدفاعيه بتاعته بشكل جيد فبتبدا تظهر المشاكل دي. والثغره اللي حضرتك بتتكلم عنها ما كانتش على فكره في الشوط الاولاني بس ورا كريم، لا دي كانت على في ورا الاربعه اللي ورا كلهم. فاحنا اتكلمنا ده بين الشوطين، عملنا تغييرات واتكلمنا بين الشوطين، فاعتقد ده اللي ادى ان احنا نقفل المشاكل اللي ظهرت في الشوط الاولاني. Dass die vorne eben auch nicht so gut gearbeitet haben, dass da so Lücken gab. Also es ist natürlich eine Teamarbeit und wenn das nicht ineinander passt, dann gibt es mehr Möglichkeiten für den Gegner. فمرة تانية الناس اللي بتلعب قدام الباكات لما بتأديش أدوارها بشكل جيد ده بيعمل ثغرات، لأن احنا فرقة ولازم كل واحد ليه أدوار، بتبقى أدوار مركبة، كل واحد معاه حد تاني واحنا مجموعة. فلما حد ما بيعملش ادواره بشكل جيد ده بيؤدي لظهور ممكن زميل بشكل مش كويس، ودي مش ممكن حقيقه قوي. اخر سؤال هنا، تامر يوسف صوت البلد طبعا مبروك النهارده على الفوز والاقتراب والصداره. المباراه كريمه ومباراه هامه جدا للنادي الاهلي امام بيراميدز وهو المنافس الاول على الصداره مع النادي الاهلي. Ich gratuliere dann für den Sieg. Das nächste Spiel ist gegen Pyramids. Dann natürlich ist es ein schwieriges Spiel. Das ist dann gegen den direkten Konkurrent auf die Meisterschaft. Wie bereiten Sie die Mannschaft vor für das Spiel und wie sehen Sie das Spiel allgemein? Ja, klar. Also wir werden uns 2 Tage vorbereiten. Wir haben 3 Tage jetzt dazwischen. Morgen wird frei sein und dann geht es wieder weiter mit Training und ja, ich schaue noch Spiele an von Pyramids und werde das zusammenstellen und dementsprechend werden wir das dem Team präsentieren. Wir werden dann wahrscheinlich auch im taktischen Bereich ein bisschen was machen und dann ja, es ist der erste gegen den zweiten aktuell. Wir haben noch ein paar Spiele weniger als Sie. Aber das ist natürlich ein Top-Spiel und wenn wir um die Meisterschaft spielen noch, wir haben das Ziel zu gewinnen, also müssen wir dieses Spiel versuchen zu gewinnen. طبعا مباراة هامة جدا. أنا أول حاجة هعمل إن أنا هدي لعيبة بكرة راحة عشان خاطر تفصل خالص، وبعدين نبدأ إن احنا نستعد يومين بشكل جاد جدا للمباراة. أنا هتفرج على ماتشات طبعا كتير لبيراميدز عشان خاطر إن أنا أشوف أفضل طريقة إن احنا نلعبهم بيها. هنتمرن يومين بشكل مكثف، هنبدأ إن احنا نعمل تدريبات تكتيكية كمان تكون مناسبة لطريقة لعب المنافس. بالتأكيد احنا متأخرين عن بيراميدز في عدد الماتشات لسه، لكن هم المنافس المباشر لينا، هيبقى ماتش كبير جدا. لو احنا عايزين نفوز بالدوري لازم نبقى، وده هدفنا أكيد، يبقى لازم إن احنا نبقى عندنا هدف واحد إن احنا نكسب المباراة دي بأي شكل إن شاء الله. شكراً. بنرحب بكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، بنرحب بالزميل العزيز محمد الباز يحلل لنا بقى ارقام مباراه اليوم. منورنا محمد، مبروك للنادي الاهلي. مساء الخير يا كباتن. مساء الخير كابتن ايمن. مبروك للنادي الاهلي، يعني سلسله الفوز بلا هزيمه نعتبرها كلها استعدادات للمباراه القادمه زي ما قال مستر مارسيل كولر. 12 فوز متتالي فيهم 30 هدف للنادي الاهلي، فدايما معدل التهديف زي ما دايما بنتكلم، والتفوق الهجومي عند النادي الاهلي واضح تمام. مباراة النهاردة الأرقام فيها مختلفة تماما الشوط الأول عن الشوط الثاني، تمام، حتى على مستوى الفردي على مستوى اللاعبين. فبنتكلم ان الشوط الثاني يا كابتن أيمن، لا زي ما حضراتكم وصفتوا، التغييرات قلبت خلت الأرقام حاجة تانية خالص، وده اللي شفناه. الاستحواذ في الشوط الأول كان التفوق للنادي الأهلي، المحاولات في كل يعني صناعة الفرص، ولكن الجيش النهارده طلع الجيش كان عنده اكتر من فرصه، كان في خطوره، وهنستعرض ارقامهم معانا النهارده. ولكن النادي الاهلي فعلا الشوط الثاني حصل تغير كبير جدا على كل المستويات، مستوى حتى الهجومي والاستحواذ والتسديدات والمحاولات وكل حاجه. كابتن النهارده الاهلي وصل الهدف 54
احنا دايما بنتكلم بالبلس يا كابتن والماينس. البلس النهارده النادي الاهلي طبعا بلس 34، بيراميدز بلس 32، لان النادي الاهلي النهارده زي ما مستر برضو مارسيل كولر قال هم متفوقين علينا في عدد المباريات، واعتقد 14 مباراه فوز متتالي لبيراميدز، والنادي الاهلي 12 مباراه فوز متتالي، ولكن البلس للنادي الاهلي من الناحيه الهجوميه واحراز الاهداف زي ما قلنا بلس 34 مقابل بلس 32 ده قبل المباراه القادمه. خلينا نبص على مباراه النهارده ونشوف الارقام احصائيات المباراه حتى بعد نهايه المباراه ونحللها مع بعض، نربطها بالشكل الفني اللي احنا شفناه النهارده على ارض الملعب. 63% الاستحواذ، 37% طلائع الجيش. ركنيات النهارده النادي الاهلي 9 ركنيات مقابل 4 ركنيات للطلائع. المحاولات والتسديدات على المرمى 15 تسديده للنادي الاهلي، منهم 5 على الثلاث خشبات بدقه 33%. طلائع الجيش كان عندهم 6 محاولات النهارده فيهم 3 على الثلاث خشبات بدقه 50%. الفرص بشكل عام النادي الاهلي 13 فرصه، الفرص الكبيره المحققه منهم 3 فرص للنادي الاهلي. الناحيه الثانيه عند الطلائع صنعوا 4 فرص منهم فرصتين كانوا فرصتين محققين النهارده. الاهداف المتوقعه عشان كده علت الاكس جي عند الطلائع، الطلائع قد يصل يعني هدف ونص قد ممكن يعني يقارب من هدفين، اما النادي الاهلي قد يقارب من 3 اهداف النهارده. نكمل ده الناحيه الهجوميه النهارده. بالنسبه للتمريرات دايما النادي الاهلي بيفوق ال 500 تمريره، ولكن تمريرات النهارده الصحيحه منهم 478 تمريره بدقه 86%. الدقه النهارده يا كابتن عن المباراتين السابقتين يعني قلت شويه، احنا وصلنا 89 و90%، النادي النهارده 86. كان عندنا بعض يعني الميس باس عند طبعا طلائع الجيش 261 تمريره صحيحه بدقة 74%. أنا أعتقد النهاردة مقارنة بأرقام المباراة السابقة وحتى مباراة طلائع الجيش في الأخيرة الخمس مباريات اللي بصينا عليهم، نسبة دقة التمريرات عندهم أعلى وعدد التمريرات أعلى، لأن هم المباراة السابقة مثلا قدام النادي الأهلي كان أنا أعتقد عملوا 147 تمريرة صحيحة المباراة السابقة بدقة 62%. فدقة التمريرات عندهم النهاردة وده اللي شفناه، لأن هم طلعوا بهجمات أكتر من مرة كان شكلهم منظم فيه، وده اللي اتعكس في أرقام أو أعداد التمريرات عندهم ودقتها. التمريرات الطولية عملوا 45 تمريرة طولية منهم 12 بشكل صحيح، ولكن الدقة كانت 27%. مش لحظة واحدة في حتة التمريرات الطولية دايما بنتكلم عليها باز، بس بيبقى داخل فيها كمان التشتيت. يعني أنا مثلا مدافع بشتت الكورة، تيجي الواحد قدام بتتحسب بتمريره طوليه؟ لا لا خالص، بتتحسب تشتيت، بتتحسب ابعاد للكور. تمام. فالاكشن ده بيعتبر كده. بيقول لك لو وصلت لواحد لزميله، لو وصلت لزميله هل بتحسب تمريره؟ لا خالص، لان التمريره الطوليه هي بالشكل بتاعها التمريره الطوليه في عدله اللاعب ان هي بتوصل للاعب ووصلت للاعب، بقى بنشوف الدقه بتاعتها منها كانت عامله ازاي. تمام. ولكن التشتيت ده اكشن لوحده في الارقام. ايوه. فهو بيتحسب عدد شكل التشتيتات عموما يعني لما بيدخلش خالص في التمريرات الطوليه. تمام. انا فاهم حضرتك عايز تقول ان عندهم رقم كبير النهارده 45، وده بالزبط. على فكره يعني احنا حتى في المباريات بتاعتهم 28 مباراه اللي قبل المباراه ديت، لو بصينا على التمريرات الطوليه عندهم اصلا بالمباراه كان عندهم 56 ده المعدل المتوسط بالمباراه. ايوه. فهو ده الطبيعي بتاعهم، ده الستايل لعبهم في عدد التمريرات الطوليه من عددها كبيره جدا. فوصلوا 56، فالنهارده يعملوا 45، فده رقم طبيعي بالنسبه لطلائع الجيش. تمام. النادي يعني الاهلي ده اللعب طويل. اللعب التمريره يعني ال 45 دول ما فهمش يعني تطلعي الكوره او زي ما يتقال عليها تشتيت يعني. ما هو ما قال لا. هو الفرق ما بين التشتيت في لغه انا هوضح لحضرتك. 45 دول ما فيهم تشتيت. الفرق ما بين معنى التشتيت بحد ذاته ان هو كان عليه هجمه، هو المدافع بالزبط. او اللي كده بيخرج الكور، فهو بيعمل ابعاد للكرة علشان يحمي الناحيه الدفاعيه عنده، غير ان هي كوره طوليه. انا معايا اللعبه وبلعب كوره طوليه مظبوط بحيث لونج بول مزبوط. ان هي تصل. فالفرق ما بينهم في الارقام هنا مختلف. دي مش من ضمنها التشتيت، مش من ضمنه خالص. بالظبط. تمام. بعد كده قلنا النادي الاهلي لا، ده من اقل معدلات النادي الاهلي في التمريرات الطوليه. لان الشورت باسس النهارده لما يعمل 23 من متكلم من 478 تمريره، فده رقم قليل. فالشورت باسس او التمريرات بقى الكاسره للخطوط بكل اشكالها النادي الاهلي كانت اعلى النهارده، وده اللي هنشوفه ودايما بنركز عليه في الثلث الاخير. الثلث الاخير النهارده
النادي الاهلي كان عنده عدد تمريرات كتير، يعني 136 تمريره صحيحه من اجمالي 173 بدقه 79%. النهارده طلع الجيش في الثلث الاخير عند النادي الاهلي عمل 42 تمريره صحيحه بدقتهم 55%، لان هم دخلوا الثلث الهجومي عند النادي الاهلي ب 46 هجمه يعني او 46 يعني تمريره من الخمس ممرات. النادي الاهلي 73 مقارنه بالمباراه السابقه كان النادي الاهلي يعني يعتبر المعدل قل شويه في الهجمات من الخمس ممرات. الميزه او التفوق عند النادي الاهلي والتطور فيه هو الاختراقات من العمق. أي. ان انت دخلت الثلث الهجومي النهارده 73 مره او من 73 هجمه او تمريره، الفكره فيهم يا كابتن ان كان معظمهم من العمق، وصلنا ل 20 لعبه من العمق النهارده. العمق هنا مش العمق بالشكل اللي هو الاوسط او المتوسط، ولكن معاه برضو الهاف سبيسز اللي جنبه، الجانب الايمن الداخلي والجانب الايسر الداخلي. فبالتالي اللعب في المنطقه ديت بقى كتير، ودخول منه لمرمى الخصم اصبح في تطور بالارقام. العرضيات النهارده النادي الاهلي 22 منهم بس 2 بشكل صحيح، وده رقم دايما حضراتكم بتتكلموا عليه بربطا بالفنيات واسبابه. فالدقه 9%. الناحيه الثانيه يعني حتى محمد هاني اتغير، وعمر كمال لما نزل يعني حضراتكم اكيد وصفته وهتوصفه. ونكمل 13 طلاع الجيش 13 عرضيه منهم 4 بشكل صحيح بدقه 31%. كسب الثنائيات ده رقم كنا دايما قبل المباراه كابتن ايمن كلمنا عليه ان طلاع الجيش بيتفوق فيه. تمام. يعني من مقارنه بفرق الدوري عنده ميزه كسب الثنائيات، بيلعبها بشكل كويس جدا في الالتحامات الثنائيه، بيكسب الكره بشكل كويس لدرجه ان ارقامه كانت متقاربه مع النادي الاهلي قبل المباراه على جميع مباريات الدوري. النهارده الارقام متقاربه ايضا، ولكن دقه كسب الثنائيات عند طلاع الجيش وصلت ل 53%، نادي الاهلي 47%. ده الشكل الناحيه الهجوميه والناحيه الدفاعيه وتحليل حتى التمريرات. وعلى فكره يا كابتن ايمن كباتن برضو اللونج بول بتساهم فيها، ليها نسب في التمريرات كاسره للخطوط، لان التمريرات الطوليه في بعض الاوقات بتحسب طبعا تمريره كريتيكال او حاسمه او بتدخل فيها ان هي بتكسر بيها الخطوط، تكسر بيها اكتر من لاعب في الدفاع وتمثل هجمه خطيره على الخصم. فبالتالي النادي الاهلي النهارده ما كانش عنده رقم كبير من التمريرات الطوليه، لان هو في اخر 3 4 مباريات زي ما دايما بنتكلم غير الستايل، لان هو بقى فيه كرات شورت باسس على الارض مع دبل باسس بيدخل بيها من العمق. هي التمريرات الطوليه بالنسبه للحسابات، هل التمريرات الطوليه لما تيجوا تحسبوها بتحسبوها من التمريرات اللي بتتلعب من نص ملعبي لنص ملعب الفريق الثاني؟ ما في تمريرات طوليه ممكن تتلعب من نص الملعب برضه، يعني انا في نص ملعب الخصم، نفترض ان امام عاشور معاه الكره في السنتر في دايره السنتر، تمام، عديت نص الملعب وبلعب تمريره طوليه لحسين الشحات، دي داخله تمريره طوليه؟ لا، هي طالما هو نادرا جدا لما تلاقي تمريره طوليه من لاعب للاعب جنبه الا في حاله تغيير الملعب، في تغيير الاتجاه. أيوة. ولكن سؤال حضرتك، لا يعني لا، دايما الكرات الطوليه اللي هي من نص ملعب نص ملعبي للملعب الخصم الخصم. ايوه، بشكل عام، لان هي ديت المفروض الطبيعي. أي. الا المش طبيعي اللي هو بتغيير الاتجاهات. فتغيير الاتجاه ده ممكن يعتبر تمرير. انا اتكلم على التمريرات الطوليه دايما اللي دايما بتروح على الثلث الهجومي او ناحيه ملعب الخصم اللي بتضرب نص ملعب. بالظبط بالظبط، ده بشكل عام. الارقام بقى اللاعبين، احنا اتكلمنا على المباراه تحليلها، ولكن ارقام اللاعبين نفسهم في الشوط الاول كان افضل ارقامه مصطفى شوبير. حتى بعد نهاية المباراة من أعلى التقييمات مصطفى شوبير، طبعا السولية، وحصل النهاردة على رجل المباراة عمرو السولية، ولكن مصطفى شوبير في الشوط الأول تحديدا كان أعلى سكور، يعني أن هو وصل لحتى الثمانية في التقييمات بتاعته، لأن عنده ثلاث تصديات زي ما حضراتكم وصفتم بالظبط، هم ممكن يكونوا يعني نقطة تحول في المباراة، يعني ادت برضو الأفضلية للنادي الأهلي في الشوط الثاني. أخيرا أرقام السولية النهاردة، بما أنه حصل على رجل المباراة، لعب 45 دقيقة، جاب طبعا جون، لمس الكرة 29 مرة، التمريرات عنده 21 تمريرة منهم 17 بشكل صحيح بدقة 81%، تسديدات هي تقريبا تقدر تقول هي التسديدة اللي جت جون فما كانش فيه محاولات كبيرة منه من الأرقام. التحامات وحتى اللونج بول النهاردة ما كانش عنده مساهمات كبيرة السلية، ولكن دايما حضراتكم دايما عارفين الإيجابية، يعني هنقارن بعض اللعيبه اللي جايين بعد السلاح. اكرم توفيق النهارده ايه بعد اذنك؟ اكرم توفيق
لا اكرم توفيق النهارده كان في يعني ارقامه مش الافضل. امام كانت ارقامه من ارقام مميزه ايضا، لان امام كان عنده عدد لمسات الكوره والتمريرات كان مساهم فيها بشكل كبير جدا والاستخلاصات مظبوط. يعني في بعض الاكشنز كده انا شفت اللعيبه بتاع لعيبه النادي الاهلي النهارده متقاربين، يعني في كل لعيب عنده ميزه يعني متفوق فيها النهارده. امام عنده ميزه زي ما قلنا طبعا يعني في عدد لمسات الكوره من اكتر اللعيبه، انا بتكلم على الناس اللي هي بتلعب في النص الثاني، يعني دايما رامي او دايما حتى بتكلم خط الدفاع من اكتر الناس في عدد التمريرات او لمس الكوره، ولكن لمس الكوره في الجانب عند التلت الهجوم عند الخصم اللي بيمثل فعاليه او تاثير اكبر بيتقلب طبعا او ليه مساهمات كم تمريرات مفتاحيه. كان طبعا النهارده حتى وسام النهارده عامل ارقام كويسه جدا، وكان يعني الهدف اللي اتلغى كان ممكن يساعده في ان هو في المنافسه على هداف الدوري، اعتقد لسه بدري وبوتنشال جدا ان هو عنده فرصه كبيره. وانا لو منه هفكر صحيح طبعا لازم افكر ان انا العب على هداف الدوري، عنده 11 مباراه اه بالظبط، فرصه كبيره جدا. اخيرا يا كابتن دايما الارقام بنشوفها في الملعب، ونسيب لحضراتكم التفصيل الفني. قلنا ان الاهلي دايما بيتطور في ناحيه الاختراقات في العمق، شفنا الاهداف بقى النهارده حتى الكوره اللي اتلغت الجون كانت برضو لعبه من امام في العمق، يعني كوبي بيست منها والماتش اللي فات ايضا، فبالتالي الدخول والاختراقات من العمق بترجم لاهداف شفناها كبير. النهارده يا كابتن كنا بنتكلم ان طلاع الجيش عنده طبعا المساحه في مساحات ما بين الخطوط، صح. عنده مشاكل كبيره جدا في الربط ما بين الخطوط، لكن الهجمه دي كانت في بدايه المباراه في الدقيقه 3. اتكلم بقى على عدد التمريرات يا كابتن عادل من ورا خالص في التحضير، يعني احنا سبقنا شويه يا شباب، ولكن بيقول لك اشوف بدايه منين، دي كده تمريره طوليه بس هنا مش دقتها زيرو، يعني اللي هي ما وصلتش، ولكن لما تردد تشوف بقى النادي الاهلي في الطلوع خلاص بنسترجع الكوره، عدد الباصات والتمريرات هنا اللي بنشوفها بقى ما بين الخطوط، لان في كان عند طلائع الجيش مشاكل في المساحات، النهارده حاولوا ان هم يضيقوا المساحات، ولكن النادي الاهلي بدقه تمريراته وحسمها النهارده قدر يلعب في اليمين والشمال ويتحرك بالكوره، ودي طبعا كانت فرصه مهمه جدا يعني ضاعت بالشكل اللي احنا شفناه، بس عدد التمريرات من ورا ومن قدام والتغيير ما بين الجبهتين كان حاجة مميزة جدا النادي الأهلي، واستخلاص الكرة هنا واسترجاعها كابتن أيمن من أهم المميزات عند النادي الأهلي ومن أفضل الفرق في الحتة دي في الأكشن اللي هو يعني البول ريكفري بشكل عام والكاونتر بريسنج. الشكل الأخير النهاردة شفنا أكتر من هجمة بنفس الشكل، مساحات ما بين الخطوط، لونج بول راحت هنا واتلعبت بالشكل اللي احنا شايفينه ما بين الخطوط برضو، أو ده الهاف سبيس اللي هو ناحية الجانب الأيمن. فدايما بنشوف لمسات وتدرج بالكوره عند النادي الاهلي بشكل مميز، بس خلي بالك هو برضو اللعب في العمق ما بيبقاش مع كل الفرق، لان ده عيب في فرقه طلاع الجيش، فقدر النادي الاهلي يستغل النقطه دي. صحيح صحيح طبعا، يعني تحليل الخصم هو بيجبرك ان انت ازاي تلعب بشكل عام، فالنادي طلاع الجيش عنده طبعا مشاكل في مساحات بين الخطوط، سوء في التمركز، بالتالي ساعد النادي الاهلي النهارده ان هو يزود عدد التمريرات اللي هي من العمق اللي احنا شفناها في الارقام والدخول للتلت الاخير. دايما كابتن شريف بيتكلم على الدخول في التلت الاخير، فالارقام برده مع الحالات بقى هحسبها مع حضراتكم في الحالات الفنيه وتشرحوها اكيد بالتفصيل يعني. شكرا لحضراتكم، واكيد يعني ان شاء الله كل التوفيق. خش بقى على الليفل الليفل الوحش. ايوه بالظبط. يعني بدايه الحسم ان شاء الله. ان شاء الله رب العالمين، نتمنى للنادي الاهلي التوفيق وشكرا جزيلا يا كابتن. شرفتنا حبيبي. طيب كابتن بلال، خلينا نتكلم على ان انت تلعب ماتش بماتشو زي ما قال الباز الارقام، يعني 12 مباراه متتاليه، نادي الاهلي هو الافضل، نادي هو الاهلي هو الاجهز، نادي الاهلي يستحق الفوز في ال 12 مباراه كويس، حتى لو كان الاداء مش افضل بس الفريق اللي قدامك ما كانش افضل منه. تمام، داخلين على ليفل تاني او مرحله تانيه في التعامل مع فرق مختلفه، بدايه والبدايه هنا مع المتصدر والمنافس. فلسفه بتاعت مستر كولر تتغير؟ شوف يا كابتن ايمن، الفلسفه طبعا بتتغير من مباراه للتانيه. فلسفه ايه؟ التعامل مع الفريق، التعامل مع الفرق طبعا، والتعامل بس مع التعامل مع الفرق زي هو التعامل مع المباراه. تمام، بس تمام؟ انت عايز تكسب. حلو، فالفلسفه بتتغير ازاي؟ طبعا بص يا كابتن،
خد بالك لما بلعب المنافس بتاعي بيبقى الكل في الكل تركيز، الكل في الكل. انا بتكلم على، انت بتتكلم على 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 اعلى ليفل بالنسبه لك. تمام. انا النهارده كمدير فني بحضر مباراه رائع الجيش، تمام؟ فممكن اقول بص ممكن احتماليه حسين الشحات ما يلعبش وارده، تمام؟ وارده جدا. حلو. طيب غير لما بقول انا النهارده هلعب مع بيراميدز، تمام؟ لا مفيش بقى احتماليات، ما عنديش احتماليات، ما عنديش احتمالات لاي راحه، تمام؟ انا النهارده بلاعب المنافس بتاعي على البطوله، على الشامبيون، تمام؟ وهو يعلم جيدا ما معنى مباراه بيراميدز بالنسبه له. النهارده انت هل انت منتظر انك انت لا قدر الله تقع في مباراه في المباراه اللي جايه دي كلها؟ طب بالنسبه لك عايز تخلص وتشيل الستريس اللي موجود على بالظبط على 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 كتافك يعني. الاهلي عنده مباراه بيراميدز او كولر عنده مباراه بيراميدز، لها فلسفه مختلفه خالص. رقم واحد بالنسبه لي انا النهارده هدور على مين افضل لعيبه موجوده عندي قوه الضربه كلها بدنيا. خد بالك نفسيا فنيا بدنيا رقم واحد، يديني في الملعب نفسيا جاهز، حالته النفسيه جاهزه تؤهله انه يلعب ماتش زي كده. فنيا رقم ثلاثة بالنسبه لي، لان انا النهارده محتاج لعيب بدنيا يديني لو حتى 60 دقيقه داخل جوه يعني اثناء الجيم ابتدي بيه على طول. تمام. رقم واحد النهارده فلسفه ان انا طب هلعب بهاني ولا هلعب بعمر كمان عبد الواحد مختلفه شويه. ليه مختلفه شويه؟ عمر عنده مميزات وهاني عنده مميزات، الاثنين مختلفين، تمام؟ انا ممكن اضحي بالمميزات الدفاعيه في ماتش زي النهارده، يعني العب واحد مميزات هجوميه. حلو. يدين، لان انا النهارده عارف ان الفرقه بتلعب على هجمه مرتده، ما عندهمش حد بقى سريع وقوي ومهاري ناحيه الشمال، فبالتالي مش همثل عبء في الحته دي. فانا النهارده ايه ممكن يعملها واحد من بطوله نص الملعب ويعمل لي هو الكفر على هاني، تمام؟ التغطيه، وبعدين استخدم هاني في الحته اللي قدام. لكن النهارده بيراميدز لا، عندك لعيب وينج هناك، عندهم لعيب وينج سريع قدراته حلوه، فبالتالي انا هدور هل هاني مميزاته الدفاعيه افضل ولا ممكن يبقى عمر كمان عبد الواحد مميزاته الدفاعيه بالنسبه لي رقم واحد. بنلعب بالاثنين، ولو اثنين استووا، لو اثنين زي بعض ايكوال في الحته الدفاعيه، ادور مين بقى الافضل هجوميا بالنسبه لي. تقدر تلعب بالاثنين؟ لا ما يقدرش. هقول لك ليه يا كابتن شريف، يعني تقدر تلعب باك رايت هاني وهاف رايت عمر كمان يلعب واحد؟ لا هاف رايت لا لا وينج لا. وممكن لا. يعمل حاجه ثانيه، هو ممكن يعمل حاجه ثانيه، يفكر الفكر اللي قال عليه الكابتن عادل قبل الماتش. ليه بقى؟ ان لو هاني لعب الاعب قدامه اكرم توفيق، وده الطبيعي، ده ممكن يفكر ده اللي موجود دلوقتي. ايوه بس احنا بنتكلم على تغيير الفلسفه. اه طبعا. ان وممكن مين اللي يبدا، هو بيتكلم على اللي يبدا كظهير ايمن. اظبط لي في المضبطه والمحضر اللي احنا فيه دلوقتي ان احنا هنلعب بمحمد هاني وعمر كمال عبد الواحد قدامه. طيب مفيش مشكله. رايت وينج؟ لا 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 هاف رايت. لا ماشي، ما هو رايت هاف رايت ومحمد هاني. ده لو مش محمد هاني مصاب النهارده او كان في كلام كده، يعني لو هو سليم ممكن يلعب بيه ويلعب قدامه عمر كمان لعب واحد. ماشي، يعني يلعب الاثنين قدام بعض، ولا فكره واحد ان واحد باك رايت واحد هاف رايت؟ لا كابتن، ولا فكره انك تلعب مشكله اكرم مثلا، ولا فكره النهارده الهاف رايت عامل لك ثرو باس بجول اللي هو عمر كمان عبد الواحد كان باك رايت؟ لا بس هو بعد كابتن، انت كابتن توقعك انت غير هو تفكير انت تتمني تمني منك أيوة انت أيوة. لكن هو في نص الملعب انا بقول لك امام أنا ومروان واكرم. انا اعرف مستر كولر بلال بتاع شواهد، بتاع اداء، بيشوف واحد ماشي كويس ممكن اديله تمام. بس في مباريات يا كابتن شريف زي ما قال الكابتن بلال كده، انا 30% مش 100%. ماشي. انا انا على طريق نخلص احنا كلام بلال. بلال انا على طريقتك انت بتتكلم ده ولا ده؟ لو هو انا ممكن العب بالاثنين، انا كشريف اقدر العب بالاثنين. بس خد بالك كابتن، اثنين باور في حياتي. هل عمر كمال خصوصا مع بيراميدز، بص هل هرجع للنقطه اللي قبليها، هل عمر كمال عبد الواحد بدنيا جاهز 100% بدنيا من اللي انا شفته النهارده؟ هل لعب 3 4 ماتشات ورا بعض خد ال 90 دقيقه، فبالتالي تقدر تقول من اللي انا شفته النهارده هديك مباراه تقيله، ولا ممكن يجي في نص الطريق الماتش اللي جاي وتلاقي الاداء البدني هابط؟ خد بالك احنا برضو في الاجواء في حاجه صعبة. كمان يا بلال الاجواء صعبه يا كابتن، مش الناحيه الشمال، ما انا هكمل لك اهو. بيراميدز يا محمد اسمه محمد حمدي
يعني فيها لعيب طبعا بيهاجم كويس بيهاجم كويس لا ده عشان كده انا بقول كده يبقى ما ينفعش قدامه ثلاثه اسمع بعض محمد حمدي ده قدامه ثلاثه مدافع قدامه عمر كمان لعب واحد وقدامه محمد هاني والوينج رايت بتاعي ما اعرفش هيبقى مين ساعتها انت عارف يا كابتن فهمت قصدي انا فين بقى هتلعب بثلاثه بلوك انا بقفل بلوك عليهم خد بالك لما تيجي لو انا من وجهه نظر الشخصيه بتسالني مين يبتدي رايت باك في الماتش اللي جاي اقول لك يبتدي محمد هاني ما يبتديش عمر كمال عبد ايه الاسباب من وجهه نظرك هاني من وجهه نظري انا الشخصيه ممكن اكون يعني ده فكري اي ممكن يكون هاني افضل دفاعيا شويه من عمر كمال عبد الواحد في ماتش زي ده دفاعيا أي. خد بالك هاني منظم في الحته الدفاعيه بترقصش بسهوله تمام يعني وقفته افضل هي. تمام عمر هجوميا ممكن يكون اعلى من 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 هاني وبيكمل وبيروح وبيزيد وبيرقص وبتاع لكن خد بالك بس انا عايز اقول لك حاجه الرايت باك هقول لك بس كابتن امل اكمل لك وجهه نظري اتفضل الرايت باك ده سنتر باك في بعض الاوقات جربنا عمر في السنتر باك جوه للاسف ايوه الوقفه بتاعته مش صح ايوه تمام مش مكانه التغطيه بتاعته مش افضل شيء انا مش عايز نفقد جبهه دفاعيه في ماتش تقيل انت برضو بتلعب فرقه زي حالاتك كده فرقه منظمه وبتلعب كوره كويس وبيمسكوا نص الملعب خد بالك وبيعملوا الكرات العكسيه الكروس باس بيعملوا بشكل رائع جدا يعني بيحضر ويلعب الكرات العكسيه من ورا المدافع بتاعك فهم عندهم لعيبه كمان وكمان عندهم ايه عندهم حاجه يفتقدها الدوري المصري السرعات في الحته اللي قدام يعني انت ممكن تعمل الدوري المصري بشكل عام انا ما قلقش من اي فرقه في مصر ما قلقش خالص عارف ليه لان معظم الوينجرز اللي موجودين 90% منهم عندهم بطء في السرعه لكن بيراميدز عنده سرعه عاليه فبالتالي انت تقلق من فرقه بتحضر وعندها نظام وبعدين عندهم سرعات في الحته الاماميه تقلق من الحته دي جدا فعايز تسالني سؤال بس انت انت بتلعب على المضمون يعني ايه يعني انت عندك انت بتفكر باسلوب مدير فني بيفكر باسلوب ان ماتشين بيراميدز ممكن يحسموا الامور صحيح كويس مليار في الميه فانت ما تجازفش قوي طبعا لا ما عنديش لا انا مش هجازف طبعا ماتش زي لا يحتمل المجازفه لا يحتمل المجازفه لا دي. يعني انت كاهلي هتبقى صاحب الفعل ولا هتلعب ما هو التوازن ما هو بيتكلم بيقول ولا رد الفعل ما هو بيتكلم انا الفعل يا كابتن مش معنى ان انا ابقى الفعل يبقى انا مجازف لا المجازفه دي لها موضوع لا موضوع ثاني لكن كون ان انا ابقى الفعل داخل الماتش الفعل لا بالعكس اولا انا ادفانتج تمام ليه انا لو كسبت ماتشاتي كلها انا على اعلى اعلى بوينت لا بتكلم فانا عندي الفعل بالتشكيل وطريقه اللعب ايوه هل انت فعلا هل انت فضل. هل انت بتلعب اخر ماتشاتك 4 3 3 حلو اوكي تمام يبقى انت ما تغيرش ماشي ما تغيرش ولا عمره هيغير ولا يغير الخصم ممكن يغير في ايه في طريقه اللعب عمره هيغير في طريقه اللعب الخصم مختلف يا كابتن ممكن عادل. ممكن خصم صعب كابتن ممكن اثناء الجيم تغير على حسب برضو هل انت مسيطر قوي هل هم واعين بدل انا بكلمك على مستر كولر عمره ما هيغير طريقه لما انا عارف ليه ما تقدرش تلعب 4 2 3 1 ايه تقدرش تلعب قدام بيراميدز ب 4 2 3 1 4 2 3 1 قدام بيراميدز مش خد بالك يا كابتن ما انت يا كابتن شريف يا كابتن هي على الورق 4 3 3 لكن انت فعليا بص انا 4 3 3 1 بيقول لك انا استحاله اغير لا استحاله ليه قصدي دي ما تعتبرش تغييره كبيره دي هو بيلعب دي وبيلعب دي لكن الطبيعي انا كمدير فني ما افضلش انا العب برتم معين كل الماتشات دي وهاجي فجاه كده اروح مغير طريقه لعبي عشان انا لاعب بيراميدز ازاي يعني مش هيدرس هو مش هيدرس عشان الفرقه دي يدرس ايه ما هو بيلعب عشان بيلعب بالاسلوب ده يعني هو من حقه ان هو باي تشكيل وباي شكل هو اللي يقدمه في المباراه الجايه لا باي تشكيل ازاي لا طبعا في عناصر لازم تلعب هو هيشوف الرؤيه بتاعته في الشكل يا سيدي ما طبعا هو قال لك انا دلوقتي حدرس يا كابتن حدرس بيراميدز وهشوف ايه المناسب بالنسبه لك يا كابتن من تاكتكس ومن لعيبه ما هو لازم يقول كده يا كابتن هو لازم يقول كده اي مدير فني يا كابتن ليه ثوابت تمام مهما هو يقول انا هدرس وهعمل في ثوابت هل انا هاجي هغير محمد عبد المنعم واسمه ايه ده وكريم فؤاد واكرم توفيق وامام عاشور ووسام في طريقه اللعب حتى في طريقه اللعب اللعيبه حتى في طريقه اللعب هو يغير هقول لك بس هو يغير في الاسلوب انه هيضغط من القدام هيضغط من النص ههاجم قوي ممكن يفكر كده لكن هنقول انه هيغير طريقه اللعب
مثلا اجي افكر مثلا العب 3 5 2 لا. خلينا نرجع لك ثاني يا كابتن بلال، نتكلم على انت بتتكلم على الموضوعيه او المنطقيه في التعامل مع الفتره دي، وخصوصا مع خصم زي بيراميدز. مش الفتره دي، لا خد بالك، المباراه دي مش الفتره دي، المباراه دي وانت بتلعب بيراميدز. صحيح، لان زي ما قلت لك الماتشين يحسموا، خد بالك طبعا يحسموا كابتن 100% في حاله ان واحد يكسب. ايوه انا بكلمك على كده، انا بكلمك على كده يعني في حاله ان واحد يكسب، يعني مثلا الاهلي كسب وتعادل خلاص. الاهلي انت ان شاء الله تاكل السنه وانت طيب باذن الله ربنا. اصل انت كسبت وتعادلت مثلا، انت في سبع المستحيلات تفرط في النقط، في حتى مع مين. أيوة. خد بالك، ما انا النهارده لما بلاعب مثلا، انا لو انا والكابتن ايمن لما نبقى ايكوال مع بعض في كل حاجه، في القوه والسرعه والبوينتس وبتاع وفي في كل حاجه تمام، واجي اكسبك او تكسبني، اللي بعديه سهل بالنسبه لك او اللي بعديه اسهل بالنسبه لك. أيوة. خد بالك، اسهل لان انت خلاص انت عليت تمام. أيوة. فنفسيا انت فقت تمام. الفرق اللي قدامك كمان ده الاهلي كسب بيراميدز. أيوة. تمام، فبيبقى نازل مرعوب الان يعني نازل بلغه الكوره مغلوب من بدايه الجيم، انت كمان بيبقى عندك حماسه اكتر للي جاي، على عكس ما لا قدر الله تبقى انت نازل يعني لا قدر الله تتغلب مثلا، تبقى الفرق اللي قدام طمعانه فيك خلاص، هو الاهلي ده بيراميدز كسب الاهلي، فاحنا ايه ممكن يبقى الامور تبقى ايكوال ما بيننا وما بين النادي الاهلي، فانت مش هتحط نفسك في الحته دي. صحيح. عشان كده بقول لك ماتشين بيراميدز تمام في غالب الامر هم دول هيحسموا الدوري بشكل كبير. خد بالك حتى اتفضل قلت مكسب وتعادل، يعني انت هتاخد 9 نقاط وهو ياخد نقطه بغض النظر يعني عن التسعة. بعت لا سيبك من التسعة، بغض النظر عن التسعة تمام. انت لو كسبت خد بالك هو معنويا هيبقى اللي بعديه داون. ايوه بالظبط، هو عنده عدد ماتشات قليل ايا كان. بص يا كابتن، انت كسبت بيراميدز هتفرق معنويا، هيبقى داون الماتش اللي بعديه على طول. انا خسرت من الاهلي عارف هيبقى ايه بيلعب عليه، هي هتقرب بس مش هتحصل، هي هتقرب بس مش هتحصل يا كابتن. بص بيلعب على ايه؟ بيلعب على فكره امتى الاهلي هيتغلب او امتى الاهلي هيتعادل. هو النهارده بيقول لك ايه؟ لا انا ماشي مع الاهلي راس براس. هو بالعكس، هو الاهلي اللي محتاج مش انا تمام. الاهلي محتاج يكسب كله عشان ايه؟ يعديني بنقطه. طب انت كسبته خلاص، ما بقاش بيلعب معاك راس براس، انت صحيح. خلاص عديته بقى، هو منتظر بقى معجزه من السماء ان ليفربول ان مانشستر سيتي يتغلب علشان ليفربول ياخد بطوله الدوري. طيب ناخد بعض الحالات الفنيه لو جاهزه معانا الكابتن شريف. اول حاله فنيه معانا نبدا ببدايه المباراه. ماشي، نبدا بالبدايه، يا ريت نجيبها بس على الشاشه اهي اهي دي البدايه كابتن شريف. في الدقيقه 2 ضغط من لعيب طلائع الجيش يا البشيوني، ان هو لو برضو اي بالظبط وحلم وبداوا كده على فكره الماتش الاولاني برضو نفس الحكايه حلم، وبعد كده رجعوا النص. وعلى فكره ده حق مشروع بالنسبه لاي فرقه بتلعبك ان هي تحاول في اول المباراه بحالتها البدنيه اللي هي بتبقى لسه المباراه في اولها، ان كل يوم حضور عندك وان هم يوصلوا لمنطقه جزائرك. والحقيقه النهارده هم وصلوا بالفكر ده مرتين ثلاثه في منطقه جزائك، يمكن انت اللي كنت نفسيا مستريح شويه انك انت تقدر تحقق فوز في اي وقت. او بص شوف بص التعديه بالكره من واحد واثنين، مش باص 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 زي ما اتفقنا اللي هو بيرهق اي فرقه وبيضرب اي خطوط كويس، وكان ليهم ضربه ركنيه هنا بقى الخطوره بتاعت النادي الاهلي. كويس، الشكل بالفرديات بالسكواد اللي هو موجود عندك هو اللي بيعمل الفارق مع اي فرقه على فكره. ايوه، اذا كان طلايع او بيراميدز او الزمالك اي فرقه، بص انت وصلت للجون فين في ثانيه. لا رجع لي الكره دي تاني وكريم دي من اولها هي. ماشي، دي من اولها ماشي، ادي الكونتر اتاك اللي احنا بنتكلم عنه والسرعه. امام قطع شوط كبير. بص الناحيه الثانيه الشمال هناك اخر واحد، هو ده اللي هناك تمام. اللي في الشمال ده هو قافل عند كريم فؤاد. بالظبط تمام. بص وصل لغايه فين. صح، يعني احمد اتصرف كويس وطاهر اتصرف كويس. خلاص انت بقيت 1 2 3 دلوقتي. ده وسام مش كده؟ ده وسام كان بقى المفروض. بص يا ايمن، جات لي طاهر، كان المفروض امام هنا سبرنت على جوه يكمل جوه 18 سبرنت. بس وقف هنا. لا نقف هنا واكرم بيحط رجله فيه وكريم يحط رجله فيه. بعد السبرنت اللي عمله كان لازم يكمل، كان لسه بقى كان يعني الكرشه النفس اللي بتبقى في الاولانيه دي مش سامحه بقى. الاداء بالنسبه له هادي جدا، عايز يلم نفسه. وكان ده هو لو كان لسه واقف على رجليه وقطع الحته دي كون سهل جدا. بس هو كريم مفيش قدامه 14 دي، مفيش قدامه حل تاني كريم غير انه يلعبها بالعرض كده على الارض. مفيش حل تاني، مفيش حل، لان حتى وسام جاي متأخر عليه. بالظبط، يعني وسام يقف عليه، ده يقف فين؟ ده كان هيلم بقى لسه هيلم. مع كده لما بتوصل في الحته دي بتحس بخطوره
لما بتوصل في الحته دي بخطوره المكان نفسه. ازاي انت تعمل الكره عاديه؟ مش شغلتي بقى. ها؟ دي مش شغلتي انا. تمام. دي شغله الناس اللي بتتحرك وتملى المنطقه دي. طب نخش على اللعبه اللي بعدها كابتن اسامه. بدا تحضير المصطفى. تحضير تمام. تحضير نص بس بص ده في الدقيقه بقى كام؟ لحظه واحده. اثبت 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 بعد اذنك يا زكريا. دي في الدقيقه 20. رجع لعيبه طلائع الجيش كلها نص ملعبها. راجعين نص ملعبهم كلهم. يعني مفيش ضغط دلوقتي. اولا لما ترجع بالكره تاني. نرجع بالكره تاني. لعيبه نص الملعب بتاعه طلائع الجيش في الكره دي بص مين ماشي الاربعه بتوع نص الملعب بص رايحين يضغطوا في حته دي كلهم مضروبين يعني بتمريره واحده لو واحد اتحرك من ورا الخط ده كله لو وسام ابو علي خد كان خط خطوه لتحت او امام اتحرك في الحته اللي ورا الاربعه دولت كانت سهله قوي. منعم حاول يعملها عكسيه بالشمال اتقطعت واتعملت هجمه مرتده سريعه جدا خطر خطر لو جدا كان حط رجله طبعا فيها. لو هو استلم. بس اسلام محارب جاي يستلم ما جاتش في رجله مظبوط لحقها بالعافيه على الخط في الجانبي يعني اتعطلت منه هو انا بس معلش ممكن نجيب الكره اللي فاتت ده كابتن سليمان ممكن تجيب لنا كره تاني معلش يا زجاله بعد اذنك بس ممكن تجيب كره تاني ماشي اهي البدايه بتكلم على منعم لا مش انا مش هتكلم عن بس وقف كره هنا بس ماشي لا انا اتكلم على كريم فؤاد وقف فين فين كريم فؤاد اهلا لا رجع كره تاني ورا بعد اذنك شويه ارجع ورا شويه ارجع ورا شويه بس فين كريم فؤاد كريم فؤاد هو اللي هناك لا كابتن لا لا ده اكرم توفيق لا لا ده اكرم توفيق يعني اللي هناك اللي قدام الجناح يا اللي هناك ده اكرم توفيق يا بلال الجناح اللي هناك جناح وهل المفترض ان ده يبقى ده مكانه طب ما خد ما اكرم توفيق خد مكانه يا بلال واحمد دخل لجوه استنى 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 وهل اكرم توفيق مكانه في نص هنا كان مودي شمال الشوطه هل دي كانت غلطه هل ده مظبوط هو كان بيلعب ناحيه الشمال وامام ناحيه اليمين بتحضر هجمه ولا هتلعب كره طويله ماشي أنا بس السؤال هو بيحضر حضر بس الأكرم توفيق خد شمال يا خد مكان هو بص كريم فؤاد يا لو منعم كريم فؤاد هو اللي واقف ناحية الجناح ده لو هو قاطع في ظهر الراجل ده واتلعبت له طويلة من منعم كان راح هو والجون ما أكرم توفيق واخد كريم فؤاد اللي بيجري هناك ده اللي هو في آخر واحد طب ما أكرم توفيق واخد الباك الشمال نص الملعب فاضي ازاي؟ يا جماعة نص ملعب فاضي والحتة الشمال فاضية ده جون بتكلم انت بتتكلم في تحضير هجمه تحضير مش كوره يعني مش كوره انت حضرتها وبتلعب بالكوره بيتكلم على المستقبل لا. في كوره زي دي في تمام. المستقبل الكوره دي اتكررت ثلاث مرات الشوط الاول صحيح تمام انا عشان كده بقول لك انت لما كلمتنا يا كابتن ايمن بتقول لي هل ممكن يتغاضى المدير الفني عن بعض الاخطاء دي لا أي. دي لا يتغاضى في دي اطلاقا دي جول خد بالك ومش جول ليك يعني استحاله دي تيجي جول مهما عملت الكوره تحضير هجمه في نص الملعب انا كلفت باك اطلع العب راس حربه تمام يعني بص يعني حتى لو بالتنسيق مع اكرم توفيق اللي ساب نص الملعب فاضي والكره اتلعبت واتقطعت واتباصت على ميلاه وراحت ناحيه الشمال لا طيب. دي كره يعني من الاخطاء اللي المفترض يعالجها الراجل واعتقد ان هو عالجها الشوط الثاني طب هات لنا الكره دي من الاول كابتن عادل الهجمه لا الهجمه اللي قبل دي لان امام عملها كويس قوي اللي قبل دي ايوه دي هي دي طب نقف فين لحظه ماشي اقف اقف فين هي دي تعتبر الهجمه المفروض تبقى مرتده ليك لازم تتعمل بسرعات سرعه مظبوط بص كام واحد من الجيش يعني كانت تبقى فيها هجمه واعده اتبسط كويس ماشي اوكي تحرك امام كويس رؤيه امام بقى ستوب هنا بقى عشان دي مهاره امام عاشور صح استنى هنا لحظه نرجع امام عاشور رؤيه امام بص امام من غير ما مش شايف اي بالظبط من غير ما هو محضر الاحساس هنا دي مهمه استنى لحظه دلوقتي عارف يا كابتن ايمن هو محضر الباص قبل ما الكره تجي ايوه لان هو شاف قبل ما الكره تجيله فلعبها صح دي. اوكي تمام كمل ماشي راحت لطاهر حلو طاهر استقبلها على اعلى مستوى ولكن ماشي الخطا من امام عاشور دلوقتي عشان ما كم عشان ما جالوش سبرنت جاي له هو المفروض طاهر ما يشوطهاش بس عايز اقول لك حاجه نرجع تاني وطاهر بيحط رجله فيها بيشوطها وهات الاثنين اللي بالعرض ماشي كمل نكمل بص يا كابتن ايمن ماشي هقول لك حاجه انت عندك هنا مين تمام اللي تمام كمل وسام راح خد وسام راح واحمد عبد القادر راح وسام راح خد واحمد عبد القادر خد البعيده كويس حلو قوي
دي لازم يجي لك حد هنا عند 18. كان اقرب واحد لدي بعد ما يلعبها كان اكرم توفيق كريم امام عاشور، رغم ان امام عاشور كان بعيد. انت عدول مش عايز يشوط دي؟ انا مش عايز يشوطها، ما هو مفيش حد ظهر له واتقفل عليه عادي، ما عندوش مقفوله كلها. استنى اتقفل عليه. لا استنى، صعب يا كابتن عادل، صعب تاني. اقول لك حاجه، صعب يستنى. اقول لك حاجه، بص اهم ما في الموضوع للاعيب ده جود لك للباك، بس انك انت زاويه الشوتينج، الزاويه بتاعه الشوتينج بتاعته مقفوله. صحيح، لو كان سكر يعني هدي شويه كان ممكن امام يجي له واحد، كان ممكن يعدي. طب شغاله كده، بس خد بالك كابتن لو هدي سنه في نص اللي مكمل مع امام والولد الثاني الديفنس الثاني هيقفلوا عليه، هيقفلوا عليه كتير يعني. طيب لا لا، هات لي الكره دي، هات لي الكره دي تاني من البدايه، من البدايه. هو كابتن تمع في جول حلو، تمع في جول شكله حلو. صحيح، بص يا كابتن بلال، الكره كانت معانا. لا هاتها برده من البدايه، احنا بس الكره معانا هنا. ماشي، اتفضل يا كابتن بلال. ده كريم فؤاد. ده كريم فؤاد، شوف التحرك بقى. ماشي. لا عبد القادر كويس. بص هنا يعني دي برده بعض، بص يا كابتن يعني معلش ارجع كده تاني، معلش دي بعض العيوب في عبد القادر، الا وهي ايه؟ انت رقم واحد بالنسبه لك هستلم ورقص. يعني دي طبيعي جدا، انا لو بلعب واحده واقوم رايح انا اسرع تتلعب من فوق جول، يعني واحد تتلعب من فوق اللعيب. معلش تاني كده بعد اذنك، بعد ما قطعت. لا ايوه بعد ما قطعت. بص يا كابتن اهو اتحرك له تاني. بص لمسه وتروح انت، خلاص انت الدنيا فاضيه من ورا. طب يباصي واحده والثانيه يروح اتقطعت، اتردت هجمه عليه. طبعا هجمه بجول، هجمه بجول بشكل منظم جدا جدا. دي بتاعت شوبير. بص يا كابتن، لا 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 مش كده؟ لا 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 مش دي؟ لا لا دي جنب العرض، دي جنب العرض في القريبه في الضيق. ايوه بتعرف في الضيق يعني اللي بره دي. يعني ده لو الولد ده من بدايه راح وحط بطن رجله في الزاويه البعيده من وان تاتش ممكن تبقى كره خطر. دايما مش في كل وقت لازم يبقى انا هو نفس الفكر ونفس النمط. خد بالك الكلام ده مع الفرق الكبيره يا كابتن ايمن. يبقى الامر صعب جدا. ده الجول يا ايمن، الامر يبقى صعب جدا يا كابتن ايمن. أيوه. مع الفرق الكبير ده الجول الثاني اللي ده عمر لوسام. طبعا وسام حطها حلو يعني، ووسام وسع نفسه كويس. حلو تحرك في ضهره كويس، التحرك كمان بتاعه تحرك والباص جيد جدا، التحرك كويس، التايمنج بتاع الباص يا كابتن حلو قوي. طول الكره قدامه كمان، محتاجش ان هو بقى يقف ويلف ويسند ويرقص وياخد وقت. والحقيقه حاطه له نموذج يعني قدامه على فكره، يعني من المكاسب السنه دي. صحيح. عمر طبعا كمان من المكاسب، يعني من اهم المكاسب اللي جت للنادي الاهلي. مكسب كبير لانه كمان بيلعب في كذا مركز، وحتى كابتن لما تستخدموش كاساسي لانه بينزل يصنع الفرق، بينزل يغير من طبعًا. شكل يسرع اللعب، يسرع رتم الماتش. وحاجه ثانيه فيه ميزه قوي، صفقه حلوه بصراحه، كمان انه شخصيه هاديه كويسه بتساعد. وبعدين عادل يعني طريق النادي الاهلي. وبعدين يا عادل في ميزه جامده جدا، بيبذل اقصى جهد حتى لو مش موفق. صحيح. يعني بيطلع هو كل حاجه أهلي. فهو شخصية النادي الاهلي. طيب كابتن شريف، رجل مباراة اليوم قبل ما نروح نستقبل كابتن ناصر. مع تقديري لسلية مبروك وان هو خد البتاع، انا بالنسبة لي مصطفى شوبير خلاني النهارده في اول شوط سكواد نظيف كل حاجة. وعندي اكرم، انا النهارده شايفه دينما يعني دايناميك غير عادي، بيروح ويقطع ويعمل لعيب انا بحتاجه في ساعات لما بيحصل عليا كاونتر اتاك وما فيش، بيلعب بتاع الطرف وبيلعب في الجو. طب اختار واحد يا كابتن. انا هدي مصطفى شوبير. ماشي كابتن اسامه. هو النهارده بصراحه بالنسبه لي ما كانش في حد مميز قوي، لكن الثلاثه اللي نزلوا الشوط الثاني فرقوا كتير مع الفرقه. فانا من وجهه نظري حسين الشحات كان مؤثر جدا لما نزل. كابتن عادل، حسين الشحات غريبة قوي، احنا وصلنا مختلفين بعاد. من اول المرات اللي بنلعب. انا يعني بشوف مين اللي كان بالنسبة للمباراة مؤثر جدا. انا من وجهة نظري شوبير مؤثر، وعمرو اللي جاب اول جول. وعمرو اللي جاب اول جول. تدي انا اديها لشوبير. ماشي كابتن بلال. الاختلاف في الرأي لا يوصل للود طبعا يا كابتن. طبعا تمام. ولكن انا شايف ان فعلا يعني السوليه هو اللي غير رتم الماتش، وهو اللي فتح الجيم.
الهدف بتاعه اثر بشكل ايجابي جدا. تمام النهارده يعني لعيبه قريبه من بعضها، ما فيش حد متميز قوي، فانت بتدي الحاجه للي عمل التأثير او اصنع الفارق. اللي صنع الفارق النهارده الهدف بتاع عمرو السوليه. انا معاكم مصطفى شوبير، عمل اداء جيد جدا وخصوصا الشوط الاول، وكانت من العوامل اللي فرقت مع النادي الاهلي في المكسب. ولكن الهدف عمرو السوليه بعد نزوله مباشره يعني كان الاكثر تاثيرا، فانا مع كابتننا اللي ادوا لعمرو السوليه، وبقول ان عمرو السوليه هو رجل مباراه اليوم. نروح لفاصل، نرجع بعد الفاصل ان شاء الله نستقبل خبيرنا التحكيمي المتميز كابتن ناصر عباس للحديث عن طاقم تحكيم مباراه اليوم. ارجوكم انتظروا.